العزيز المتلقي لهذه الرسائل من الله سبحانه وتعالى احترام وضعك الاجتماعي والسياسي والتعليمي والديني لقد أرسلت إليكم هذه الرسائل الثمينة فقرأها مع العقل المركز وقرر ما يجب فعله إذا كان قرارك هرميها للمراقب لا تجعل الأمر بعيدا لأنني متأكد من أنك استبحث عنه بشكل يأس ولكن إذا اخترت أن تحترم الرسائل فأعتقد أنك فعلت ذلك جيدا وأنت تستحق كل الاحترام ورحمة من الله القدير دع الله يجعل ذهنك مفتوحا لجميع هذه الرسائل على جميع الحقائق وأيضا يتيح لأبينا أن يظهر لك المسار الصحيح لديه الأمنة مع خالص احترامك خادم الله سبحانه وتعالى تيله هدية الألفية الجديدة أو حسب لتقويم الأثيوبي هدية العام الجديد أنت من النوع الذي يصغي لك افتح عينيك وآذانك لتسمع وترى مصيرك القادم بسمي بويميل دويمن اخسكيديوز أحد أملكم من الحب بل بمرد معنى لله عز وجل في هذه الخطيئة غير المرئية المغطاة مرات أيها البشر استمع لما قرره الإله القدير على مصيرك القادم فيا الصفحات التالية يمكنك العثور على رسائل كاملة تتعلق بمصيرنا القادم من الله القدير الذي يحكم على التنفس وذاك أن لديك مصلحة في سماع قرار وحكم كلمته النهائية على كلمسير بشري ما عليك سوى قراءة المقدمة الإرشادية التالية قبل أن تذهب لقراءة الرسائل الكاملة الرئيسية واحد قبل أن تقرر قراءة هذه الرسائل المرسلة إليك من الله عز وجل على الأقل يجب أن يكون لديك بعض المعرفة حول معنى الإيمان وأن تدرك هذه الرسائل أيضا يجب أن يكون لديك القليل من الإيمان اثنان يجب أن تكون شخصا مهذبا وصادقا ومخلصا في كل طرق للاقتراب من كل نوع بشري لفهم طريقة الحياة خاصة الإيمان بالله الإيمان القدير يجب أن تكون كذلك للهروب من الجحيم القادم يجب أن تضع نفسك في أيدي الله عز وجل ثلاثة في هذا العالم الضائع بالكامل ظهور هذه الرسائل خلق مفاجأة للقليل ولكن أيضا للكثير من الناس الذين فقدوا أنفسهم في هذا العالم الشيطاني ستكون هذه الرسائل ممتعة ضحكة أربعة الكثير من الناس قد يطرحون سؤالا لماذا لم يسمعوا عن هذه الرسائل طوال هذه السنوات الثلاث ونصف مثل هؤلاء الرجال مخلصون يظهر حماسهم لمعرفة الحقيقة الحقيقية لهذا السؤال الصادق أودئنا أؤكد لكم أنني بذلت قصارى جهدي لجعل جميع الدول تعرف عن هذه الرسائل لقد وجهت الرسائل الكاملة إلى جميع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والصين والرويا وفرنسا وألمانيا والبرازيل والهند والنرويج واليابان والجنوب أفريقيا وأستراليا ومصر وقبل عامين كنت قد أرسلت أيضا الرسائل الأولى لسبعة عشر رئيس دولة من خلال سفرائهم أنا فقير وابن معدم وخادم لله تعالى ماذا أفعل بعد ذلك أعطيت لحكومتك الموثوق لأعلامك يجب أن تكون مسؤوليتهم لكنهم لم يفعلوا كما هو متوقع منهم تذكر جميع أنواع البشر لماذا لم يخبرك قادتك المنتخبون بهذا المصير الخاص بك في ظهور الرسائل الحاسمة أما بالنسبة لي فإن السبب هو جميع قادة اليوم هم شياطين خدام مكرسين لشيطان على الرغم من أنهم يبدون رجال لله المخلصين والحقيقة أنهم ليسوا ووجههم الحقيقي هو خدمة لشيطان سيدهم بسبب موقفهم لشيطان لديهم مع كل شيء قد يساعدك على الوقوف من أجل الحقيقة
كل شخص يقف من أجل الحقيقة هو عدو لقادة العالم اليوم الذين يخدمون مصلحة الشيطان. لذلك حجب والمعلومات التي من حقك في المعرفة. خمسة، أولئك الذين لا يعلمون ويحترمون خالقهم ولله عز وجل، كما تقول كلمة لله أنها ستعطى للعقل الباهت. هذه هي الحقيقة التي نشهدها اليوم. ستة، كل أمم الأرض تفكر وترى الأسباب مرة واحدة التي تواجهك اليوم في الوقت الحاضر. قادة العالم في السياسة والدين كما ترون يكون على الكثير عن الديمقراطية معقنة على ديمقراطيته، ذا يغطي أنفسهم ويقولون ويبكون كما لو كانوا مدافعين عن كل الجنس البشري في كل مكان. يقسمون ويعطون كلماتهم وعد لأنهم الأوصياء على حقوق الإنسان. إذن هل هذه الكلمات تمت في الأفعال؟ هل يمكنك أن تعطي شهادتك لا أعتقد ذلك أثناء موتك من خلال جميع أشكال التدمير يعدوك بحياتك المؤمنة عندما تفقد وظيفتك لا تزال تطعمك وعدا، ولكن عندما ترى أنها تنقذ الثروات هم أيضا الأوصياء على الأثرياء. مرة أخرى عندما نأتي إلى الزعماء الدينيين يفعلون نفس الشيء كما يفعل الزعماء الدينيون. هؤلاء القادة الدينيين إذا كانوا خداما حقيقيين لله تعالى لقالوا وألك لماذا أنت على الطريق الشيطاني لضائع، وأيضا كانوا سيخبرونك عن مصيرك ومصيرك القادم الذي قرره لله عز وجل، لكنهم لا يستطيعون لأنهم أيضا خدام شياطين أعمى بهذه المعرفة العالمية والسلطة والجشع والمال، فكيف يمكنهم أن يخبرك وعن طريق الخلاص؟ سبعة، بعد ظهور هذه الرسائل لا يزال جميع القادة تقريبا يخفون الحقيقة ويحاولون الدفاع عن توزيع هذه الرسائل. كما ترى أعراض الجحيم الأزمة الاقتصادية القادمة والأزمة المالية والكوارث الطبيعية والفيروسات القاتلة وحرارة الطقس إلخي أوضح وأمن سيتبع هذا العالم الشيطاني. ثمانية، كما تراه فإن جودة كتابة الرسائل وترتيبها لنحوي ليست جيدة، لكني أنصحك بالاهتمام بالرسائل عبر جميع النقاط. فقط تسعة، يحاول العديد من المجالات الدينية وضع عائق أمام توزيع هذه الرسائل، لكني أريد أن أخبرهم بشيء واحد من هذا الوقت فصاعدا، لا مزيد من الجدل، لا مزيد من الوقت للقيام بأساليب شيطانية مكروهات الحكم الظلام. الشيء الوحيد الذي يمكنك الحصول عليه هو ما تقوله لرسائل، والذي سيقرر مصيرك القادم. وجاءت هذه الرسائل لا بأمر من أحد، ولكن فقط عن طريق الأمر، فإن وبأمر من الله وحده الذي خلق كل شيء اسمه سبحانه وتلذب. عشرة، قبل أن انتحك من على الرسائل قراءتها بقلب وعقل وبشكل متكرر كما نشهدها جميعا، فإن العالم كله على شفا لدخول إلى لدمار والإبادة الشاملة والكامل بيد لها القادر على العقاب. لذلك أصبحت جميع الأعراض الضرورية مرئية الآن وجميع أشكال الأزمات وجميعا أشكال الكوارث الطبيعية كلها علامات على الجحيم القادم مع قوة التدمير الكاملة غير المرئية. لذلك منال أفضل أن تسمع عن سلامتك الذاتية. إذا أهملت ذلك الأمر يعود لك. خلقت لتمييز بين السيء والخير. كل قرارات الله عز وجل تقوم على اختياراتك الشخصية. أناجي الاليوم محظوظة لأنها نصحت وتسامحت مع طرق عديدة للتوبة، لكن للنوع البشري لم يأخذها على أنها فرصة ذهبية، ولكن بدلا من ذلك أدار ظهره ضبح بخالقه. لان جاء كشريك نهائي، والأمر متروك للجميع لاتخاذ قرار الرسائل. تضع كل شيء أمامك، لذا فالأمر متروك لك لقراءة ومعرفة الحقيقة الخفية لمصيرك القادم. أتمنى لكم قراءة جيدة وفهم للرسالة.
الأولى لجميع أنواع البشر الصادر في 7 نوفمبر 1998 بالتقويم الحبشي أو الصادر في 15 نوفمبر 2006 لتقويم الأوروبي. هذه الرسالة هي القرار الأول ويمكن إحالتها على أنها ضوء أصفر. الأشعارات قراءة الرسائل بعناية عمد ما تعطي للآخرين يجب أن تعطي كل الصفحات لا تطرح الجمع أو الإصلاح. إذا فعلت ذلك سوف تتحمل العقاب. أعطه بحرية كما فعلت لك. أولئك الذين يقدمون لك التوعية يمكنك قبول نفقاتك فقط. أرساله بالفاكس أو إرساله بالبريد الإلكتروني أو إصداره على الإنترنت أو موقع الويب وما إلى ذلك. أطبعه على المجلات والصحف وأخبره على الراديو والتلفزيون على أي وسيلة إعلامية. بالنسبة لأولئك الذين لم يفعلوا ذلك وفقا لأوامر الرسائل يجب أن تقرأ من قائمة النظام ما هي العقوبة التي سيتكبدونها. لا يمنع أحد من القيام بواجب جميل لا يكون قائدا أو فردا يتم قياسها وفقا لتصرفهم الصادق وتائب. لعمل صالح يبدأ من إعمال بسيطة. أتمنى لكم قراءة جيدة لا يمكن فهمها. نوفمبر 7 أجزاء من 1998 إثيوبي. رسالة واحدة لجميع الأعراق البشرية من يسكن في جميع أوجه الأرض. دعنا نكرم لثناء ونمنح لشكر لاسمه المقدس أبولد إم إن إي إف إس إي كيدس أحد أملك ألله عز وجلد اسمه المقدس يتم الإشادة به وتكريمه. أم ينبعون نشكر خالق كل أنواع البشر الذين يسكنون في كل وجوه الأرض. لكم جميعا الذين يعيشون مع لغات مختلفة وأماكن وثقافات مختلفة في جميع المقاطعات والولايات والقارات المختلفة وفي جميع أنحاء الكواكب الذين يتيح معالجة هذه الرسائل والوصول إليك. أولئك الذين يقودون دول العالم والذين هم قادة مؤسسات دينية مختلفة كخطباء ومنظمين وكآباء. أولئك منكم من العلماء والفلاسفة وقادة الجيش والملوك وقادة المنظمات الدولية. أولئك الذين يعتقدون أنك تحكم العالم بقوة وثروة وخاصة أمريكا بابل. وأولئك منكم الذين هم جزء لا يتجزأ من جميع زناها وخطيئتها أوروبا وآسيا والجزيرة العربية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وجميع الصغيرة الدول التي تم أنشاؤها لخدمة سيدك الولايات المتحدة الأمريكية. لأولئك منكم أبناء الله تعالى الذين يواجهون صعوبات وتحديات كبيرة بسبب إيمانكم وحبكم لله تعالى. لأني ممتلئ بالمادة الروح بداخلي تقيدني من بطني كالنبيذ الذي ليس له فتحة أنه جاهز للانفجار مثل الزجاجات الجديدة سات حدث حتى أكون من تعشى سافتح شفتي واجيب أيوب 32:18-20. كما أذكرنا لله سبحانه وتعالى بسبب الإنفاذ الذي فرد علي أسمع سوء قوم بإصدار رسالة إلى له سبحانه وتعالى جادلت مع الرب وبذهني لا أتكلمك ما فعل جوناس ولكن مقاومة إرادة إلى رب لا يمكنني أن أذهب أبعد من ذلك لذلت لا يمكنني لتوقف عنه أو مقاومته. على الرغم من أنني حزين سأخبركم عن المصير القادم لك وكبنا الأربلان يجب أن أطيع أوامره. يتيح هذا التحذير والحكم القادمة تصل إليك إن صغير في المعرفة. أنا شخص خاطئ ليس لدي شيء في حياتي اليومية. إن مواطنة إثيوبية التي تشير إليها دائما بأنها أفقر دولة في العالم. تتكون هذه الرسالة من 4 أجزاء. 1 بالنسبة لعصرنا الحديث الحكام الوعاظ أسياد الخطيئة الزنا اللواط القتلة اللصوص أعداء الناس المعوزين بشكل عام النجل وخدم الشيطان الذين يعملون نهارا وليلا لتدمير قوانين وأوامر الربهذه الرسالة مخصصة لثعابين الوقت.
اثنان هذه الرسالة موجهة لمن هم منظمون تحت مظلة دينية مثل الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية والأنجليكانية والباقي، والذين تم تأسيسهم تحت اسم المسيحية الثلاثة. لجميع أولئك الذين يعانون دائما نتيجة لهذا الكوكب مغطى الموبقات. أربعة هذه الرسالة موجهة إلى الأثيوبيين وقاضتها بشكل عام. في هذه الرسالة ستحصل على أن العالم والأمة بشكل عام يعاقبون ويحاكمون على جرائمهم وخطاياهم العميقة الجذور لإسماع هذا الحكم، والعقوبة قد تكون على استعداد لتعرف أو لا، ولكن الأمر متروك لك سوف ياخذك شيطان كلا رئيسية المعرفة الخاص ثروة أبدا أمن أي وقت مضى يحفظ لك يعتقد أن هذه الرسالة تخبر الخطا بأمر موتهم القادم. لرجال الصادق ومهاذبا إلى له سبحانه وتعالى وهم في طريقهم لسماع لها لحكم على الصوت له الأب وتنيس حارسه بدا أي خطر لمن ذكر في العدد واحد هذه هي الرسالة أفتح إذنيت وعينيت واستمع واحد المتواجد مثلنا هنا على قيد الحياة هذا اليوم تكلم الرب وأمركم أن تحافظوا على يوم سبت كرم ودك ووالدك كالرب وجهك وجها لوجه فيجيب لمن وسط لمار وقفت بينك وبين لرب في ذلك الوقت لاريكم كلمة الربلان كم كنتم خائفين بسبب لنار ولم يصعد إلى الجبل قائلا اثنان أن لرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ثلاثة لا يكون لك آلهة أخرى أمامي أربعة لا يجوز لك أن تجعل لك أي صورة المحفورة أو أي مثلا يسمى أي شيء في السماء من فوق أو ما في الأرض من تحت أو أن يكون في الماء من تحت الأرض خمسة لا يجوز لك تنحني أنفسك أمامهم وليس خدمتهم بالنسبة للرب يا لله غيور لله وزيارة ظلم الآباء على الأطفال من الجيل الثالث ورابع من مبغضي لي ستة ويظهر رحمة بالآلاف منهم الذين يحبوني ويحفظون وصاياي سبعة لا تأخذ اسم لرب إلهك باطلا لان لرب لا يمسكه احفظ يوم سبت لتقدسه كما اوصاك لرب الهك الخطاة المذهلون في عصرنا من أنت بعد كل شيء يقول لك يا رب القدير كنت الكامل فخور نيس كنت تعتمد على رغبتكم وكنت الإهمال لرب سبحانه وتعالى من امتدى وخلق هذه الأرض والسماء أيها القمامة على كل حال من أنت أبناء الأفعى الذين يضحكون ويهينون خالقك من أنت للقيام بكل هذه آذات ما أغلاق أنفك فسوف تموت على الفور أذن من أنت تذكر فقط أنت مزبل ولا شيء في عيني لرب القدير فقط أسمع ما يقوله لك لرب من الذي قام بقياس الماء في أجوف يده وأخرج الجنة بالسبان واستوعب غبار الأرض بمقياس ووزن الجبال بمقاييس وتلال في الميزان من الذي أخرج روحي لرب أو كونه مست شرع لمهمع من خذوني لنصيحة ومن أمره وعلمه في قسم لدين وعلمه المعرفة وأظهر له طريق فهم هذا الأمم كقطر من دلو وتحسب تغبار الميزان الصغير ها هو يأخذ الجزر كشيء صغير جدا ولبنان ليس كفيا للحرق ولا الوحوش هناك كفية لحرقت للأمم قبله لا شيء ويحسبون له أقل من لا شيء ولا غرور لمن تشبه له أو ما هو لا شبه الذي تقارنه بك أشعيا 40 12 واصل 19 عن كلمة لله تعالى المذكورة أعلاه ما نوعين لرد الذي لديك لا يوجد لديك شيء لتقوله لكنك جعلت نفسك فوق لله بالاعتماد على معرفتك جعلت نفسك مقررا وممنوعا لأي شيء لقد أهملت كلمة لله بدلا من كلمته نصبت قوانينك الخاصة لقد محوت كلمة لله عز وجل لقد استبدلت بقانونك كان من الواضح أن ترى اعتزازك ونجاحك في الأعمال والحكمة جعلك ترفض وجود لله تعالى لذلك فهو غير مرئي
لا يمكن رؤيته في المستقبل ولم يرى إثما مثلك. ألا يأمرك لله سبحانه وتعالى لكل شيء يا ربا؟ أله إبراهيم؟ أله موسى؟ أله الياس؟ أله بولس؟ أله يوناس المقلمي للوصايا العشر؟ ثمانية ودعا موسى كل إسرائيل وقال لهم أسمع يا إسرائيل، ألا تماثيل والدينونة التي أتكلم بها في إذنك اليوم لتتعلموها وتحفظوها وتفعلها ربئلها قطع عهدا معنا في حوريب لم يصنع لرب هذا العهد مع أبينا، بل معنا، حتى معنا. تسعة ولكن في الأيام الستة ستعمل وتعمل كل عملك عشرة اليوم السابع هو سبت لربئلها فيه. لا يجوز لك القيام بأي عمل، لا أنت ولا أبنك، ولا أبنتك، ولا عبيدك، ولا عبيدك، ولا ثورك، لا مؤخرتك، لا أي من مواشيك، وليس غريبك الموجود داخل أبوابك، لكي يستريح خادمك وخادمك مثلك. أحد عشر، وتذكر أنك كنت خادما في أرض مصر وأن لرب إلهك أخرجك من هناك بيد قوية وذراع مدودة لذل كامرك لرب إلهك لكي تطول أيامك، وقد تسير بشكل جيد معك في الأرض التي يمنحك إياها لرب إلهك. لا تقتل ولا يجوز لك لزنا ولا تسرق ولا تشهد زورا على جارك ولا تريد زوجة جيرانك ولا تطمع في منزل جارك أو حقله أو خادمه أو ثوره أو مؤخرته أو أي شيء من جيرانك. تثنية خمسة واحدة واصلة واحدة وعشرين كل هذه الوصايا المذكورة أعلاه أمر بها إلهنا سبحانه وتعالى لكنك أنكرتهم وتجاهلتهم لقد ثبتت لزنك واجب صحيح وقمت بتوثيقه ووضعه موضع التطبيق حتى من خلال تمريرها زرعت مرة أخرى أكثر أعمالا ألالوات بغيضة بعيدة وراء فعلت ذلك مع في الكنيسة كنت تمارسها بشكل روتيني تفعل الإناث نفس لشيء أيضا لقد صنعت امرأة أسقف بكسر وإهمال أحد أوامر لله عز وجل الوصايا العشر التي تقول لا تقتل لم تعطها قيمة أبدا لذلك من أجل السلطة والثروة والأعمال التجارية من أجل الشرف الذي قتلته وما زلت تقتل أنت لم ترضى أبدا بقتل شخص أو شخصين لذا لإشباع عطشك للقتل قمت بأنشاء معظم الأسلحة المدمرة مثل الأسلحة النووية لذلك قتلت بالملاين أنت برسفنون القتل كيف تعلم أسلافك القتل من الشيطان المسمجة بريال يوم أمس علمك أن تقتل لشخص واحد لكن هاليوم جعلك تعرف فنون قتل الملايين في الحالك ما نشاهدها جميعا فقد تراكمت لديك الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والنيوترونية والطائرات والقنابل ودبابات والمدفعية والأسوار يخلق ذلك حقا من يعرف عدد أسلحتك التي أخفيتها ما عدا لرب وألا شيطان سيدك بكل هذه الأسلحة المتراكمة قتلت ولا تزال تقتل من أجل السلطة وثروة وشهرة إلخ لا تخطئ هذه إحدى الوصايا العشر التي يكسرها كل واحد ويهملها مع تكتيكات مختلفة ونظام إنساني يسرق ويغش لا تدلي بشهادة زور شهادة يتم تجاهل أمر لربه ذا دائما من قبل جميع الرجال والنساء كل يوم يكذب كل واحد على وعلى ذلك يتعلم جميع الرجال والنساء الكذب كفنت لزعيم وحاكم يأخذ الكذب كقدرة فنون الدبلوماسية يستخدمونه كنظام يحكم ويخدع الناس الذين يحكمونهم أحب أخيك كما تحب نفسك هذه الوصية ممنوعة ومحو بل كامل ببلا من ذلك يخطف متعلقات أخيه وزوجته تكريم أمك وأبيك هذه الوصية هي أيضا حقيقة من نسي ببلا من احترامه أو أهانته وقال إنه أو أنها يحكم شيوخ ويقرر مصيرهم راقب يوم سبت لم يلاحظ أحد هذا الأمر لقد أهمل بالفعل هذه الوصايا أيضا لا تستدعي سم والدك من أجل لا شيء تمحى هذه الوصايا أيضا أبدلا من هذا أقسم باسم لله بالأكاذيب أخير أمرني لربي بذلك لا تعبد
أي آلهة أخرى أشعر بالغيرة من هذا، وسوف يمتلئ بالغضب. هذا الأمر لم يجعل البشر يخافونه أبدا، بل خلق الجنس البشري آلهة خاصة به، المال، المعرفة، الأوسمة، الأصنام، وشهوة القوة، كل هذا أصبح إلهه. لم يقاس الإنسان الحياة كما أمرني له، وبدلا من ذلك كأن يحلم بالمال والمعرفة، وكلاهما أصبح تأمينا على حياته، ويعتمد على معرفته وماله. يسميه تعالى غلله عن مجرد تشبه أنها مسيحية وذريعة لرغبته لرئيسية الأخرى وسال لله فقط لتوقيعه، ويتم الآخر بلبها لا رادة ألله سبحانه وتعالى، ويجب إلى تتدخل في حياتها العامة مسألة حياة ما نحن عليه تشهد اليوم هو الواقع المذكور أعلاه. الحكمة الأولى هي أن انتخاف لله عزه وجل يمكا أن يتجلاه فقط من خلال الحفاظ على قوانين الرب واحترامها وتغييرها لكي يكون الأمر كذلك. يجب على الإنسان أن يؤمن من قلبه وعقله ورواه، ويجب عليه أيضا أن يجعلها عملية ويطيع قوانين الرب، ولكن هذا حقيقي لا أحد يستخدمه بحسب وصايا الهذا. أنت الثعاب جعلت العالم كلها يغرق ببحر الخطايا في جميع أنحاء سملكة الخطيئة الأرض لتكون غارقة مع الخطيئة، وينظر إليها على أنها شرف عنب ما ترتدي ملابس جيدة تبدو شخصا رائعا. عندما ترى في موقع للسلطة تبدو كقاب حقيقي، ولكن بما أن المقبرة خارج الوجه جميلة جدا وداخلها مليء بالتحلل والعظام والحكايات، وينطبق لشيء نفسه على داخلك أكثر ما أن مدينتك جميلة ورائعة فلا فائدة منها، فالذين يعيشون داخلها هم ثعاب وحيوانات برية. ونتيجة لهذا الحقائق ورثتنا لا يمكن قادرة على تحمل لكم سواء كأن ذلك في الهواء، على الأرض، في البحر، في كل مكان تملى فيه خطاياك في كل وجهة من الأرض غطت يدك أبوت وأبوت لا توجد أماكن متبقية. فكيف يمكنك الخروج من هذه الخطيئة المنقوعة في الحياة أبده لتقوم بهذا؟ لا أصبح بالفعل سل وقت لثعبان يولد ثعبانا آخر. لذلك أنت الثعاب علي لرغم من أنك خلقتك أنسان، فأن واجبك وعملك هو نفس الأفعى. يقول للورب سبحانه وتعالى هذه الكلمات عنك: أسمع، قف الآن بسحرك بكثير من المشعوذات حيث عملت في شبابك. إذا كان الأمر كذلك فستكون قادرا على الربح، إذا كان الأمر كذلك فرب مكسود لقد سئمت من كثرة المجالس بعيون الآن المنجمين النجوم للنجوم المنبوذين لشهريين يقفون وينقذك من هذا الشيء الذيسيئة عليك. هذا لنار تكون خفية تحرقها لا يخلصون من أنفسهم وقوة للهب. لا يجوز أن يكون هناك الفحم لتدفئ فيه ولا لنار على الجلوس أمامها، هكذا يكونون لك الذين عملت معهم حتى لا تجار من الشباب يتساءلون عن الجميع إلى ربعه ولا أحد يخلصك. أشعيا 47:12-15: كما رأيت أعلاه من كلمة رب العالمين لا أحد ينقذك إلى هو لرب ما قمت بابنائه سيتم تدميره ما عملت في كل الإعمار إنه للحضارات بك. وما كنت قد يعتقد من الصغيرة الخاصة بك هود دولة غارقة حتى هذه الدولة كبيرة غمرة لن تجعل لك الوقوف إلى جانب المعرفة والثروة، ولكن على العكس سوف تمحى تماما ويصبح بن الغبار. كيف سقطت من السماء ابن الصباح؟ كيف حالك؟ كنت قطعة للأرض قاهر لام كيف قال في قلب طين وسوف يصعد إلى السماء ساطرح عرشي فوق نجوم لله لحظة الجماعة في جوانب الشمال سأكون مثل الأعلى. أشعيا 14:12-14: حلمك لشيطان لرئيسي كما هو مذكور أعلاه كما كأن يعلمك دائما فأنت تحاول أن تسكن على القمر
حتى أبعد من ذلك على كوكب المريخ سفنة الفضاء الخاصة بك تذهب وتذهب دائما لتحقيق أحلام طوال كل شيطان يحلم إن يكون فوق له أنت تلاميذه لذلك ليسلديك أي أحلام مختلفة تعيش وتحاول كما علمك أن تكون ولك من أجل شيء ومن غير المؤكد أنك لن تصبح شيئا ومع ذلك تنزل إلى الجحيم لا جانب الحفر من يراك عليك يضيق عليك القول هو هذل رجل الذي جعل الأرض ترتجف ذلك هزال مالك التي جعلت العالم برية ودمرت المدن هناك لم يفتح هذا منزل سجينه لملوك الأمم حتى جميعهم يكمنون في المجد كل شخص في بيته لكن أنت تخرج من القبر مثل فرع أبوال منجم وكثياب أولئك الذين قتلوا تم دفعهم بال سيف الفينز إلى حجارة الحفر كمداست كراكاس تحت القبم لا يجوز انضم لرغم بها من في القبر لأنك دمرت الأرض وقتل الناس البذور يجب للظالمين أبدا أن يكون الشهير أعداد لذبح لأولاده من أجل المساواة مع أبائهم أنهم لا يرفعون الأرض ولا يمتلكونها ولا يملؤون وجه العالم بال مدن أشعياء 14-15-21 ولدك لشيطان يجعل الدول والحكومات دائما تزعجهم ودفعهم للقيام بعمل إبادة جماعية على الجنس البشري لم يندم عليه أو يشعر به سحق جميع الناس البائسين بالطائرات لنفاثة ولم دفعيك ما فعل سيدك وفعله أنت ابنه يفعل لشيء نفسه وبالتالي أنت أقاربك جميعكم سيكونون أقاربك جميعا ستمحى قال لربه مشعيا لأني جمع ما يصل ضدهم يقول رب الجنود وقد عمن من باب لاسم وبقيا ويقول ابن وابن أخيه الربسوف أجعلها أيضا ملكا للمرارة ومسابح المياه وساكت سيحها من خلال لدمار كما يقول رب الجنود 14-21-23 سيكون تدميرك كما هو مذكور أعلاه يجب أن تعلم أنك سوف تجرف وتدمر وتدمر كما قال الرب له موثوق به سيفعل ما يقول بالتأكيد سيصمد أمامك لمهبال نسبة لعصرنا بابل الولايات المتحدة الأمريكية سيتم الحكم على أولئك الذين يتاجرون معها جميعا كما تقول كلمة لرب التالية قال لرب هذا واصرخ بقوة بصوت قوي قائلا إن بابل العظيمة سقطت وأصبح مسكن للشياطين وامسك كل روح كاملة واقفص كل طائر نجس وبغيب لان جميع الأمم قد شربوا من النبيذ والغضب وزناها وملوك الأرض وزناوا بالقداس وتجار الأرض مشمعون وغنيون بوفرة شهيتها رؤيا 18-2-4 لا يوجد أحد يتاجر أبدا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا لا يوجد من لا يتاجر أبدا مع المملكة المتحدة جميع الدول العربية ودول الأوروبية ودول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية ودول الإفريقية تتاجر مع الولايات المتحدة الأمريكية وتصبح غنية وغنية من خلال التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية ناهيك عن الدول كل فرد أو مجموعة يحلم بالتداول والذهاب والعيش في أمريكا أذا نجح أو نجحت فإنهم يحسبونه كما لو كانوا يدخلون في بذنت بهذه المفاهيم يرتضون من أجل المأل والزناء وأفعال الخطايا غير المرقمة أنه وقت لا فعل ذلك شيء سهل الحصول عليه في بابل الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب هذه الحقيقة يحلم كل شخص بالذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية تذكر أنك لن تهرب سوف تمحى لا أحد يهرب منه وخالق كل شيء يقوله ذا سمعت صوتا آخر من السماء يقول أخرج منها يا شعبي حتى لا تشترك في خطاياها وإنكم لا تقبلون من ضرباتها لهذا ذنوب وصلت إلى السماء وله قد يتذكر لظلم الهكافها حتى وهي تكافؤك وتضاعفها تتضاعف طبقا لأعمالها في الكوب الذي ملأته
أم لاه ميريتين كم هي مجدت نفسها وعاشت والذيذ الكثير من العذاب والحزن أعطها لأن تقول في قلبها أنني أجلس ملكة ولا أقصد أرملة ولن أرى حزنا لذلك تأتي ضرباتها في يوم واحد تحترق بالكامل بالنار لأن الرب هو الهمن يحكمها وملوك الأرض الذين ارتكبوا لزنا وعاش لذيذ معها يجب أن يكون وائل لها وتعليق لها عندما يعاينون ضخام لها حرق واقفا بعد نقاف لخوف عذابها قائلين للأسف تلك المدينة العظيمة بابل تلك المدينة العظيمة لان في ساعة واحدة يأتي بينون تطوي بك عليها تجار الأرض وينوحون عليها فلم يعد يشتري بضاعة تجارة لا ذهب والفضة والأحجار الكريمة واللؤلؤ والكان لنعم والأرجواني والحرير والقرمز وكل أنواع الأخشاب والنحاس والحديد ورخام والقرفة وروائح والمراهم والبخور ونبيذ وآل زيت ودقيق والحرارة والوحوش والأغنام والخيول والعربات والتماثيل وأرواح الناس ولفواكه التي نفسك مشتهى بعد غادرت من لدنك وجميع الأشياء التي كانت لذيذ وسيمة وغادرت من لدنك وأنت 90 العثور عليها لا يزيد على الإطلاق تاجر هذه الأشياء التي أغنتها يجب أن يقف وراءها خوفا من عذابها والبكاء والنحيب والقول لصف وحصر تهتلك المدينة العظيمة التي كانت مغطاة بالكان الفاخر والأرجواني والقرمزي ومزين بالذهب والأحجار الكريمة والأذنين لأنه في ساعة واحدة جاءت ثروات عظيمة لا شيء وكل ربان سفينة وستتوقف لا شركة في لا سفن والبحارة والعديد من الحرف عن طريق البحر فصرخ وأوهم يرون دخانها يحترق قول ما هي المدينة لهذه المدينة العظيمة والأقواد وهم على رؤوسهم وصرخوا يكون وينوحون قائلين لصف وحصر تهتلك المدينة العظيمة حيث كانت غنية في كل ما كان لها سفن في البحر بسبب تكلفتها في ساعة واحدة هي أنها تبتهج بالخراب عليها أيها الرسل والأنبياء المقدسين لأن لله انتقم من إت ورفع ملاك عظيم حجرا مثل حجر لرح العظيم وألقى به في البحر قائل هكذا بالعنف تقذف هذه المدينة العظيمة بابل ولا يجدها بعد على الإطلاق ولا يسمع فيك صوت العازفين والموسيقيين والعازفين والبوق على الإطلاق ولا يوجد فيك أي حرفي ما هي مصابره ويسمع صوت لرح فيك وليضيء نور شمع فيك بعد الآن لأن تجارك هم أعظم رجال الأرض لأن سحرك خدع كل لام وجب فيها دم الأنبياء والقديسين وكل ما قتل على الأرض سفرن لرؤية 18 أربعة واصل 24 استمع لكم جميع العباب للعظيمة الولايات المتحدة الأمريكية وأبنائك المملكة المتحدة ألمانيا فرنسا كندا أسبانيا الهولندية البرتغال إيطاليا الدنمارك أيرلندا النمسا أستراليا المكسيك روسيا اليابان الصين فيتنام الهند سنغافورة إسرائيل إندونيسيا ليبيا الكوريون كوبا إيران سوريا السعودية العربية بلجيكا السويد النرويج فنلندا قطر الإمارات كويتي مصر الجزائر نيجيريا جنوب إفريقيا البرازيل تشيليز الأرجنتين وبقية الدول الصغيرة ستشر بجميع على نبيذ المحضر سيتم تدمير حضارتك وثروك الملكة الخاص يوسي بأبلولها أكثر الدول الحبيب كل منهم سيكون المحرقة وسوف لدخان ترتفع إلى السماء لسيتم حرق إلى رماد الأعراض الخاصة بك والبوء والمصنع والمدن الجميلة والحلي والثروة والمال ومكان ترتكب فيه لزنا وأعراقك سيتم تدميرها بالكامل
ستصبح مكان تكاثر الحياة البريالان حضارة الفرات ومصر لن تترك أبدا الأعراب. المتبقي والك الأفعال ينقذك أبداليس لديك محاميك ما أهملت وإهانة لروح القدس. ألله القدير سوفي اجتاحك بال نار أين يمكنك لاخت باء أين يمكن أن تذهب دمارك سيتبعك كما دمرت الفقير والبائس. أيا كان لديك ما من الفقراء سوفي رثلك سيكونون على أعلى مستوى ولكن قبل ذلك سيظهر التشهير والعار الخاص بك ولا أنت الملحبين أبناء الأفعى قاسية أولئك الذين يثقون بحكمتك وأنت تثق وتعتمد على ثروتك سيتم تدمير المعرفة بالكامل وسوف تختف مثل دخان وسوف تترك أي أعراض من السباقات الخاصة بتلا أحد ينقذك من خلال أفعالك الشيطانية والخاطئة فإنك تموت بالتأكيد 7 أضعاف عقوبة عقاب اللواط النار التي استهلكت سدوم سوف تستهلك وتبيدك بقوة أكبر 7 مرات سوف تختفي تماما من على وجه الأرض بأسلحتك المصنعة عندما تحدث كل عملية التدمير والإبادة الواجبة فإن هؤلاء أبناء الفقراء لربي القديسين المخلصين جميع رجال ونساء لربي تحت والدهم الموثوق به سبحانه وتعالى يرون تدميرك فجاءوا وتفاجأوا سوف يدهشهم حكم أبيهم الحقيقي من يمس رجال لرب التذكر واعلم هو الذي يستحق الثقة دائما والذي يحتفظ بها بسبب ثقتك بمعرفتك تقول دائما وتأمن كما لو أنهلا يوجد له من خلال جمع عظام البهارات المختلفة المتحللة تقول دائما قمت بقياس أعمارهم من خلال الآلات الخاصة بك وتسمي أعمارهم بملايين السنين بناء على تبرير علمك تتحدى وجود الله سبحانه وتعالى هذا ما نشهده اليوم حكمتك جعلتك غاضب أو ضللة عمى وكذلك رغبتكم التي لم يتم التحقق منها جعلتك غاضب لذلك أصبحت كرجل مخمور من خلال اعتزازك بمعرفتك جميع الدول الفقيرة وممتلكاتهم مع أبنائهم أصبحوا عبيدا لك وقمت برئاسة دول من أجل مصلحتك وجعلت الجميع يعانون من الجوع والعذاب وانتزع وأخذ ثرواتهم الطبيعية وتقول دائما أنهم لا ليس لديهم أي متخذ رعاية الأرض التي وقفت عليها ألا يمكنها أن تحملك بخطايا غير من ذور لذي تصبح حكمك سريعا لذلك سيحدث ويصطادك في فترة زمنية قصيرة أين يمكنك الهروب دينونة لله تعالى سوف تتحقق لا أحد يوقفها سي ظهر حكمها ألا صادق قريب دمارك يقف على عتبة باب سيتبين قريبا للأسف باب الولايات المتحدة الأمريكية لأصف الأوروبيون والآسيويون والأفارقة وأمريكا اللاتينية وأستراليا وحصرته العالم كله أين تختب يتم تحجيمها وقياسها النتيجة أصبحت خفيفة أذن هذه هي كلمة لرب العظيم منيتيك الفارس كما تقول كلمة لله سوف تمشيطك بال نار أولئك الذين عانوا دائما والذين جعلوا أنفسهم بعيدا عن خطاياك وحتى جعلوا أنفسهم معزولين بالتأكيد سيكونون آمنين وسوف يهربون من الدمار الخاص بك أن لله القدير الموثوق به سيفعل ذلك بلا من ذكر في الرسالة 2 أفتح إذنيك وعينيك مع هذه الرسالة يمكنك أن ترى مصير الأيمان المختلفة وكذلك مصير العقائد الفردية سيتم التعامل معها 1 بالنسبة باسم المسيحيين الكاثوليك وقادتهم البروتستانت وقادتهم الأرثوذكس وقادتهم كما سيتم شرح جميع الطوائف المسيحية الصغيرة الطوائف التي تسكن في جميع أنحاء مصير الأرض 2 بالنسبة للمسلمين وقادتهم المنتشرين
على نطاق واسع ورئيتهم فيك المكان ثلاثة الكونفوشيوسية والبوذية والهندوسية وديانات الأخرى التي لها جذور عميقة في شرق أسيا رب العالمين الذي خلق كل شيء يقول لك أسمع. هذل رب سيأتي بالنار وبمركباته مثل لريح الدوام لا يغضب غضبه ووبخه بنيران النار. لأنه بالمار وبسيفه يتولي لرب بكل بشر ويكثر قتل الرب أشعيا 66 15 واصل 16 يقاسك لرب العظيم نال وابحن قسوك غطت كل وجوه الارب أنت تقول أنك زعماء دينيون ملتزمون ولكن من الناحية العملية فأنت تقوم بواجب والدك الشيطان دمرت طريق الخلاص وبدلا من ذلك عززت الوحشية ولزن ولقتل لذلك غطت خطاياك كل وجوه الارب ان الاله العظيم الغاضب سوف يجرفك من على وجه الارض بالسيف والنار لذلك ايها الرعى تسمع كلمة الرب هكذا يقول لسيد الرب ها ضد الرعى وسأطلب رعيتي في ايديهم واتوف عن اطعامهم ولا يرعى لرعاة أنفسهم بعد لان لان يقطع غمي من أفواههم لكي لا يكون لهم لحم حزقيا 34 7 واصل 10 باسمني لرب المسيح والمسيحية أصبحت راعيا وأصبحت البطريرك والأسقف والأسقف والكاهن والشماس والمغني والواعظ لجميع يبدو أنك شخص ملتزم لخدمة الرب ولكن بدلا من ما كنت من المفترض أن يكون لك رفعت نفسك وذهبت لعملك وإهمال الرعية ومسؤوليتك وهذا هو ما ك يفعلون اليوم وحصرته لقب أنت هيتسي ختفي شرفك بال كامل أنت وكل ما جمعته من ثروات خاطئة ستدمر بالكامل لأن كلمة الله موحى بها من السماء على جميع خطوط الفجر وأثم لناس الذين يمسكون الحق بال ظلم لان ما يعرف بالله يتجلى فيها لأن الله قد أظهر لهم لان الأشياء غير المرئية له من خلق العالم ترى بوضوح مفهومة بالأشياء التي تصنع حتى قوته الأبدية ورأس لله بحيث تكون بدون عذر لانهم عندما عرفوا لله لم يمجدوه كأله ولم يكونوا شاكرين بل أصبحوا هباء من أظلم تخيال ومواد من الحماقة يعتنقون أنفسهم ليكون من الحكمة أنهم صاروا جهلاء رومية 1:18-22 القادة الدينيين المسيحيين اليوم جعلك لله تعرف كل شيء يجب أن تعرفه تحسب وتطلق على نفسك حكمة مليئة ولكن على العكس أنت جاهل في جميع وجوه الأرض قمت ببناء كنائس رائعة وكاتب رائيات وفنون معمارية لا مثيل لها أنت تتاجر والديك جامعات رائعة وتجعل تلاميذك خريجي درجة الدكتوراه وشهادة البكالوريوس في التعليم الروحي أنت أيضا تدير مكتبات ضخمة أنت تقوم بالعديد من التجارب الأشياء كثيرة ولكن يجب أن تعرف أنك لا شيء ولكن أنت يا دانيال أغلق الكلمات وأغلق الكتاب حتى زمن الكثيرين دانيال 12 4 كما تصفها كلمة الرب أن معرفة اليوم شاسعة وتنمو بسرعة لكن حقيقة الله تعالى لا يمكن إيجادها من خلال هذه المعرفة والحكمة في العالم لا يمكن أن يعرف إلى لأولئك المخلصين والمأمنين بالحقيقة في الروح ثعابين يومنا لقد غيرت الحقيقة كلها بمبادئك الشيطانية الزائفة اليوم العالم كله مغطى بالكامل بالثعابين على جميع الأجراءات في جميع الأماكن والكنائس تغلغي العمل لشيطان الكامل إلى مستواه الأدنى لقد ذهبتم جميعا إلى العمل وتعلمون وتدعمون سدوم وتشجعونه على القيام به وممارسته وأنت تفعله أيضا أنكم تباركون وتخدمون القادة والقادة القاسيين وتشجعونهم دائما على مواصلة أعمالهم الشريرة من أجل أموالهم
تقوم بجميع الجرائم، لذلك رؤية كل هذه الخطايا التي لا تحتمل قرار لله عز وجل أن يزورك بالنار لا يمكن كالهروب من يده الجبار يتم طرحك على عقوبة الإعدام. المسلمون، البوذية، الهندوسية، الكونفو والشيوسية، وديانات أخرى متعددة الوجوه، والتي تم ذكرها من 2-4، جميعاً، سيتممح وقصصك الشعبية وسيصبح تاريخ مناجل تعليمك لديني لزائف، قتلت ولا تزال تقتل، رجال لله والقبيسين والانبياء لذلك لله سبحانه وتعالى يحتاج إلى دمه من يديك بما أنك خادم، مخلص الحكم لظلام، فسوف تجتاحك لنار، كل ثروك الموثوقة، وكل ما قمت ببنائه سيصبح صندوق قمامة لا يمكن كالحصول على مكان يناسبك، بل ستذهب إلى الجحيم عن طريق الخطابض وما تبقى سوف تجرف مثل الغبار. هذا ليس بعيدا، حكمك خارج لقب كأن لله سبحانه وتعالى قد لبس معركته برده حم وغضبه يا صرخ أرضنا جميع الأفاعي التي غطت الأرض ستكتسحها النار سيتم ذلك في المستقبل القريب لن يوقفها حب على وجه الأرض سيتم ذلك يجب أن تعرف أن إلهنا القدير هو أله موثوق به وعده وعد لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يعيقه أو يوقفه هذا يجب أن تعرفه جميع لنفوس البشرية كما تقول كلمة لله بدلا من التراجع عن كلماته المقدسة سيكون من السهل على الأرض وسماء أن تزول أم ينضع حكمه لصادق يظهر شكرا له جهذه الرسالة لأهل ألله المذكورة في ثلاثة لا تثق به وتكرس نفسك لكلمته المقدسة وتؤوي نفسك بنعمته وإخلاصه وتحمل كل المصاعب والبؤس والاحتجاز والعار والجوع والفقراء وحتى الموت لقد تحملت هذا العبء بأكمله لجميع الذين سقطوا في ضعف في حياتهم الروح يبص بطأ لله سبحانه وتعالى الحكم لصادق حتى فقداننا الأمل قلب وجهك برد ظهرك لا ينفد صدرك الآن قام لله سبحانه وتعالى لرفع دموك عن وجهك ليخلصك ويخلصك من كل البأس لذا كن مخلصا لا تقلق كل شيء سيكون على ما يرام وسأصنع معهم ميثاق سلام وأوف الوحوش القاسية من الأرض يقيمون بسلام في البرية وينامون في الغابة واجعلهم والأماكن حول تلتي نعمة وسوف أتسبب في سقوط لدش في موسمه يجب عليهم لا استحمام وشجرة الحقل تثيرها وتكون آمنة في أرضها ويعلم أني إن الربع مدما كنت قد كسرت عصابات من نير بها من وألقى بها من يد تلك التي أسط عبدهم وليكون بعد فريسة وثنيا وليتاكلهم وحوش الأرض لا يسكنون بسلام ولا يخافهم أحد وإن أقوم لهم وانبت شهيرا ولن يعودوا مستهلكين للجوع في الأرض ولم يعد لديهم نفس الوثنين في علمون أني إن لرب إلههم معهم وأنهم حتى بيت إسرائيل قطياني قطيع مرعي هم رجال وإن إلهكم يقول لسيد الرب حزقيال 34:25-31 يتم تسليم كلمة لله أعلاه لجميع أولئك الصادقين الأطفاء الصادقين بكل قلوبهم وعقولهم وروحهم التي تحب ربهم لله يتيح لك المساعدة ونعمة الخيرية من أعلى الملائكة وحب ونعمة أمنا العذراء مريم عليك وعلى ولدتنا واحتضانها عندما يسود إلهنا سبحانه وتعالى على محيط جميع الجبال الأثيوبية سيصعد نعمته ومحبته مثل ماء لنابع ويجعلك تتجمع وتجمع حوله مثل غصن الزيت وانصت ارتاح واستشعر بالفرح هناك سوف يتحول حزنكم ويؤسكم إلى بهجة أبونا الموثوق لا يتردد في إعطاء أي شيء نحتاج هذا على وشك الحدوث سيكون حقيقيا في المستقبل القريب طهر نفسك
علامة تعجب يتمسك بموقف لا تخف وليتزعج والأرض الآن لزيارتها، أولئك الذين يرون في عيون الله الرحيمة، لا أحد يلامس شعرك ستنضهش من والدك القدير بالله تعالى باخلاص دعونا نمدح أبانا لله تعالى باسمه المقدس، هذه الرسالة هي لأثيوبيا ومصير شعبها. انحرف جميع الأثيوبيين عن إلههم المحبوب وجعلوا أنفسهم تابعين لثقافة أجنبية تارك كلماته المحبوبة والأوامر المقدسة الموثوقة وبسبب هذه الأفعال يلقى الآن في معاناة مستمرة. فبدلا من الحصول على صدقة وأعانة إلههم الموثوق به يستجدون كل رغباتهم من أبناء الشيطان لرئيسيين بابل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكنهم لم يحصلوا على شيء لأن الذين توسلوا هم أبناء إبليس لذلك لا يسمعونك لأنهم يسمعون ويطيعون أمر الشيطان. فهل هذه الحقائق الذين تتوسل إليهم دائما هم أعداء أبناء الله تعالى لذلك لا يقدمون لك مساعدة ملموسة بل يجعلونك متسولا أعمى مخصاليون كما نراه وبهاء ذلك دوما في بلدنا إثيوبيا ما يسمى حتوتنا هو خادم مخصص للشيطان مع أجندة مراوغة متعددة الأوجه. جميع الأثيوبيين تحت قبضة الشيطان لا يمكن إلغاء هذه الحكومات المعززة بالشيطان إلى بقوة إلا له. رأيت خيام كوشمان أثيويا في بلاء وستائر أرض ميديان ارتجفت من حقوق 3-7 بلدنا يرتجف لفترة طويلة يتم ذلك بسبب التزامنا بفعل الخطيئة من الواضح أننا لا نزال نلتزم السرقة ألزنا القسوة الإبلاء بالشهادة اللزائفة القتل الإلحاد العنصرية الخ كل هذه الخطايا والجرائم ترتكب من قبل قادتنا وشعب بشكل عام. هذا هو السبب في أن كل المعاناة لا تزال تتدفق علينا حتى لو كأن الأمر كذلك. يجب أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى سوف يفعل ذلك من وراء أنهار إثيوبية سيحضر مرنامي حتبنة متفرقاتي عروضي في ذلك اليوم. لا تخجل على جميع أفعالك حيث كنت قد تخطط ضدي فسأخرج من وسطك من يبتهج بكبرياء ولن تكون متكبرا بعد الآن بسبب جبل بلدي المقدس وصغابر في وسطك شعب متضرر وفقير ويثقون باسمون الربقاء يا إسرائيل لتحاكم ولا تتكلم ولا تكذب لسان غش في فمها لتتغذى وتست لقيولا يخافها 0-13-13. في ذلك اليوم يقال للقدس لا تخف ولا سهيون لا تطرد يديك لرب إلهك في وسطك جبار سيح فذ يفرح عليك بفرح سوف يستريح في حبه يفرح عليك بالغناء سأجمعهم الذين حزنوا على الاجتماع الرسمي الذين هم الذين كأن لومهم عليه عبها لنذاك سوف أفكك عن كل ملك وسخلصها التي أوقفتها وجمعها التي طردت وسأشيب بها من وشهر في كل ناحية وضع فيها لعار في ذلك الوقت سحضر لك مرة أخرى حتى في الوقت الذي أجمعك فيه. فقال لرب لأجعلك اسما وتقدير بين جميع شعوب الأرض حينما أرد سبيك أمام عينيك 0-16-20 كلام للرب المذكور أعلاه يقال لشعب الأثيوبيوس ينفذ في المستقبل القريب للناس الوحشيين جميع العنصريين جميع اللزنة كل القادة الحكام الطغى سيتم أجتياحهم أن لله تعالى سيحكم في أثيوبيا. لذلك يجب على الشعب الأثيوبي أن يعتمد على لله القدير ويثق به ثقة يجب إلى يثق أو يعتمد على معرفة السيد الأجنبي وثروه وثقافته. يجب عليه أن يرمي جميع أغلال الأجانب بالكامل من قلبه بالنسبة لجميع الأساتذة البيب ما هو نوع العقاب الذي تم إعداده. فقد ذكرت ذلك بالفعل في الفصلين جميع الزعماء الدينيين والأفعال السيئة والخطايا ستزور بالنار وستعطى قيمتها.
بدلا من أن يكونوا قادة روحانيين حقيقيين، أنها أصبحت حقيقية لدين العقيدة المحاياة جميع الباباوات والأساقفة والأساقفة والكهنة وشمامسة يقومون بالأعمال وتجارة ولزنة والأنشطة السياسية والغشاء ويقود لنا سالى أحلك لطرق يتحملون مسؤوليات تعليم الإيمان الحقيقي ويظهرون لطريق لصحيح أنهم يفعلون عكس ذلك ويقودون الناس عموما إلى المسار الأكثر اقتام وفوق كل هؤلاء المجرمين المخزيين يسخرون من أبينا لروح القدس لذلك بدون رحمة سوف تجرفهم النار أو لئك الذين يقولون فيا الحقيقة ويعلم إرادة الله ومطاردة والاعتقال وقتل لكن الكذابين سيحصلون على موقع ملف بالهئلاء لرجال جريئون يتحدثون عن أعراض نبوءة كذبة باسم لله تعالى لهؤلاء الأكاذيب سيجرفون جميع طوائف المسيحية الذين يعلمون كلمة لله في جميع أنحاء العالم معروفة بطرحها وإصلاح كلمات لله عز وجلت لهم الذين هم أخطأ في عيون لله سيعاقبون على أفعالهم الجريئة كما يعرف جميع رجال العالم المهتمين لدينا كتاب مقدس حقيقي خاص بنا يسمى الأمهرية السمني الأحد حيث أبانا للآباء حافظ عليه بأمان دون إضافة أو حذف لمحتواه أو شكله نقلوه إلينا كما قالهم لله عز وجل لكن هؤلاء الأجانب يهينوننا من كتابنا المقدس الحقيقي كما في كتاب لامبرات ورهيلا سيلاس ويثنون على ما يطرحونه ويعدلونه ويطلق عليه الكتاب المقدس باعتباره الحقيقة الوحيدة لكن كل هذه الأعمال الجريئة لن تترك بدون عقاب لمن يطرح ويعدل كلام الله تعالى سيدفع الثمن جميع الأديانات من مذاهب مختلفة زرعت هنا في إثيوبيا نشر وديانهم مزيفة دفع الثمن كما ورد في لا واحدة واصلة اثنان أنت أيضا سيتم قياسها وقياسها وستدفع الثمن أولئك منكم من اتباع الأديانات المختلفة وهم ليسوا مسيحيين سيتم الحكم عليهم مثل تلك الأديانات الأجنبية ويقاسوا ويعاقبون لجميع القادة والحكام والإداريين الأثيوبيين كما يعرف كجميع الأثيوبيين رسميا وقد قلت ذلك مرارا وتكرارا أنت ملحدين ومناهدين لأديان ولكن لقول ذلك حقا حتى إذا كنت لا تعرفه فأنت مؤمن شيطان لان لشيطان هو معلم كل ما تقوله وتفعله لذلك نقول أنك خادم شيطان حتى الآن ما قمت به وما تقوم به ودم الذي سفكته سوف تتحمل كامل المسؤولية لديك فخور نيسو والطغيان والقسوة والغبر ستعقد لك قياس وتوسيع نطاقها والقيام لكل جميع إعمال لشر سيتم جعلك العار نن يلقاك ما مزبلة إلى الجحيم إلى الأبد مع كل أبنائك وأحبائك لا ترى إثيوبيا المباركة أن تحلم بحياة مستقبلية طويلة تخطط كثيرا تصنع وتخلق صراعات عرقية، تشعل الحروب، تقوم بكل هذه الأعمال الإجرامية، من أجل شهوة قوتك حلم أن تستمر في السلطة ولكن يجب عليك أعلم أنك لا تعيش، لديك وقت محدود قصير، ريتريا، استمرار ويمر من خلال القاتلة عقاب عالية ولدمار، وقالت أنها سوف تضطر وسوف يعود إلى الأثيوبية لسليم. من كل سكب الدمار أو لئك الذين بقوا على قيد الحياة سيتم اعتبارهم محظوظين كل من تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الأثيوبية وبذل وما زال يبذل جهودا لزعزعة استقراره سيدفع أسعارا إضافية يقول لله تعالى شكيت تقسيم البحر بقوك بنت بريكستروسب ألتنينات في مياه بنت بريكستروسب لوياثان في القطع ويعطي له إن يكون للحم لشعب أثيوبيا مزمور 74 13 واصل 14 أيها الحكام
من تعتقد إنه لا فعامني بدولت ومنه وألتني النعيم، هذا صحيح، أنت لا فعال ذلك سيتم سحقك، وستدمر للأبد. تلك الأثيوبيين الذين صادقون، نوع، مهذبة، والذين يحبون حق الله سبحانه وتعالى سوف تكون مجانسي حصلون على طعامهم أبدا بعيدة جدا، أنه سوف يتم القيام به مع في المستقبل القريب لا إلى نساء اللواتي تم أخذهن من قبل للثقافة الأجنبية هم مضلون وعدهم كبير للغاية، يرتدون بنطلون، ويظهرون جسدهم لمشابال نسبة لهم لزنه وعمل روتيني أنهم خدم للشياطين تماما. لا تلبس المرأة ما يخص الرجل، ولا يرتدي الرجل ثوب المرأة، لأن كل من يفعل ذلك مكره للرب الهك. تثنية 22 خمسة ذا ما تقوله كلمة إله الرجال هم نفس الشيء يرتكبون الزنا والغش والسطو والغطرسة والاستبداد والكذب والجشع، أنهم يشربونهم أيضا لا يهربون من الكارثة القادمة كما ذكر أعلاه، لم يبقى شيء يتم للتراجع عنه، سيتم تنفيذ كل ما هو أمر في أثيوبيا. تذكر كل واحد منكم لا شيء سيبقى على الإطلاق، قرر لله عز وجل بعد صبر طويل ذلك لن يتم تجنب القرار. خاتمة لجميع قادة العالم والملوك والجنرالات وقادة المنظمات الدولية وجميع الرجال الأغنياء، لجميع القادة الدينيين والوعاظ والأطباء في العالم، لجميع الملحدين في العالم ضد المسيح، لجميع تباع الإيمان من اللنوع الشعبي ضد العذراء مريم، لجميع أولئك الذين هم ضد ملائكة الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لأولئك الذين دافعوا عن الإيمان الشعبي والوقوف ضد كلمات الهلا، أولئك المصلين المعبودين وسادة الساحرة وإتباعهم، أله اليأس سيحكم عليك بالنار، وقف لله سبحانه وتعالى مع ابنه الموثوق اليأس، ولكن ليسمع أكب وإليزابيل وبولبول بريستس وطبيه لا الشياطين، ولكن على العكس وقف لله سبحانه وتعالى مع خادمه المتفاني الياس، أجاب بالنار بحثا عن خادمه المتفاني الياس لخدم الشيطان، ما هو عددهم على الإطلاق لا شيء يغير حقيقة الهذا صحيح بالنسبة لك، على الرغم من أن رقمك بالملايين لا شيء يتغير سواء كأن رقمك مليونا أو مليارا، في مواجهة الله تعالى لا شيء يقف مع الشخص الموثوق به والصادق مثل الياس، بقية الخطأ سوف تمحى من النار، يجب أن تعرف على الرغم من أن رقمك كثير جدا ورؤية رقمك وثروك فقد صعدت، لا حكم الخطيئة وبفعل نقض قوانين لله زرعت قوانين الخطيئة في كليوجوها لارد، ولكن يجب أن تعرف أن لله سبحانه وتعالى سوف يمحوط وقوانين خطيتك من كل وجوه لارد، وسوف يتم ترسيخ قوانين الحقيقة، أنت ولدك لشيطان، مع كل جرائمك وخطاياك ستحترق حتى تصبح رمادة سيتم ذلك، فيا المستقبل القريب تذكر أن كل صبر لرب قد ذهب بالفعل، وخطيئتك وجرائمك ممتلئة بالفعل بل وتجاوز لامت لا، لذلك يجب أن تدفع ثمن الخطيئة في حياتك، سيظهر حكمه الحقيقي قريبا، فانهل يكون بعيدا جدا، أولئك منكم أينما كنتم تعيشون في وجه العالم يجب أن تدفعوا الثمن ما فعلته وما تفعله، تلك الخطايا البغيضة مثل الزنا والقتل والسطو والأكاذيب والطغيان والعنصرية، كلها محكوم عليها ويجب عليك دفع ثمنها كما نشهد جميعا منا، فأنت تخلق حربا عرقية ونساء في عصرك زنيات عميقة الجذور ويقوى دائما، بلا جهاد وكل هذه الخطايا والجرائم التي تفعلها وفعلتها جعلت كوكبنا يغرق مع خطيئة البحر، لذلك بسبب هذه الخطايا التي لا تحصى ستمحى منك عاصفة النار، سوف تصبح مزبلتك بسترة، كيف سيفعل لله ذلك؟
أئما كانوا رجال من الله عز وجل هماء أمنون وألههم قريب لهم لجميع أبناء الله سبحانه وتعالى، ويتيح هذا متناول لنصيحة لا تكن في مكان حيث تكون الخطية فعل معتاد، لا تكن مع لشعب القاسي ولتتعاون مع كل أفعالهم من الذنوب والجرائم، كن بعيدا بما فيه الكفاية وبعيدا عن هؤلاء سفك الدم والعنصريون والطغى والكذابون والزنا. عندما تذهب إلى الكنيسة كن حاذرا، لا تصلي وتضحي بالصلاة مع الذين يصلبون أبانا ويقذفونه يوميا والذين هم مذنبون بعمق. إذا قررت الذهاب إلى الكنيسة يجب أن تفعل ذلك بشكل خاص، إن لزعماء الدينيين اليوم لا يباركون الجنس البشري لكنهم يسحقون روح الأبرياء إلى الجحيم. إذا كنت تريد الصلاة فقط افعلها بهذه الطريقة، فقط أغلق غرفة نومك والصلاة بالدموع من قلبك، لا تهتم بلغاتك ولدك أله إبراهيم سوف يسمعك. عندما تصلي بقلب مكسور من روحك وعقلك ومع الروح يخبره بدموعك يسمعك، بل تاكيب سينظف دموعك أن الله عز وجل الموثوق به الذي خلق كل شيء يحبك بشدوانه سيدفع لثمن لإخلاصكم لا اسمه. دعونا نبارك أبانا وانثني عليه يا أسرائيل الرب الهنا رب واحد وانت تسعين وبكل نفسك وبكل ما أوتو خاصتك. وهذا الكلمات التي إنا أوصيك بها اليوم يجب أن يكون في قلبك، ويجب أن تعلمنا منهم بجد حتى أولادك، وتنقرض الحديث منها عندما أنت الجالس في لك بيت، وعندما أنت مشي في طريق، وعندما بنتليست إلى أسفل، وعندما بنترسست تصل وتكتبها على ماض بيتك وعلى البوابات. تثنية 6-4-9 ألله سبحانه وتعالى أله موثوق به صبر كثيرا لآلاف السنين عند ما ملكت الكاذبين والخيان وزن واللواط وما هو أبعد من ذلك. عندما تمارس القتل اليومي وارتكاب الجريمة يعاقبك فقط بأيدي أبوية محدودة، ربنا الخالق الذي يخلق ويجلب كل شيء إلى لا شيء رأى شخصيتك الغادرة وكل خطاياك التي ابتلعت الأرض حتى بكت الأرض وقالت إنها ألا يمكن قادرة على تحمل لك لا أكثر. لذلك ارتدى لله تعالى جناح المعركة لصبره الذي اختبرت فيه لآلاف السنين. انقضى الآن حيث يمكنك الذهاب لقد ارتكبت جريمة على جميع البشر وعلى لله تعالى. أين يمكنك الاختباء أنه أمر مخيف؟ قلت لك من الحقائق الأساسية لرسائلا لأنني مجبر على ذلك لقد ذهلت، لأن من يستطيع تجنب الكارثة القادمة وكيف تختب وتهرب من أعين الله تعالى؟ هذه هي الرسالة، يجب أن تسمع من مقاومة هذه الرسالة لتوزيعها جريمة كبرى. على الرغم من أنها لن تنجح أبدا يجب أن تعرف إنه أنثي اتكدم المشاورة لك لوضع الانتباه فقط على الرسالة عبر كل محيط، ولا تحاول أن تحضرني لأنك لا تستطيع أن تجدني حتى إذا كنت تنجح أستطيع أن أفعل شيئا، وأنا لا يمكن أن تساعدك. أنا شخص فقير وساعي البريد هذا أنت هالبدء وينقل هذه الرسالة لك، ويتم ذلك الجرميات لأن أرادت غلله سبحانه وتعالى والنظام مع حمايته غير محدودة. أشكر وأشيد باسمه المقدس إبراهيم الهالياسن لديانون صادقة ليكن اسمه المقدس أعلى أمين أشعار. أي شخص أي منظمة أي مؤسسة يجب أن أي مسؤول نعلم أن كلمن كان يكون أذا حصل على هذه الرسالة يجب عليه أن ينقل للآخرين، سيكسب الكثير يمكنك ترجمتها إلى أي لغة، ولكن لا تطرح الرسالة أو تضيفها أو تعدلها أو تعدلها، يفعل ذلك كما تقول أي شخص أو منظمة، والحكومة، الزعيم،
آذاك أن يضع عقبات أمام هذه الرسالة الحكم إنه سوف يعاقب بشدة، كما أن العقاب لا تعطي فرصة للتوبة. كتب في 7 نوفمبر 1998 لتقويما الأثيوبي. نقطة الرسالة الثانية لجميع أنواع البشر صدر بتاريخ 27 مايو 2000 لتقويم الأثيوبيين، أو صدر بتاريخ 4 يونيو 2008 لتقويم الأوروبي. هذه الرسالة هي القرار الثاني الذي يمكن إحالته على إنه ضوء أحمر. الأشعارات: اقرأ الرسالة بعناية عندما تعطي للآخرين. يجب أن تعطي كل الصفحات، لا تطرح أو تضيف أو تصلح. إذا قمت بذلك سوف تتحمل العقاب. أعطه بحرية كما فعلت لك، لمن يمنحك توعا، يمكنك قبول نفقاتك فقط. إرساله بالفاكس وإرساله بالبريد ونشره على الإنترنت والموقع الإلكتروني. الخي طبعه على المجلات والصحف، وضعها على الهواء وعلى الراديو والتلفزيون. الخي لأولئك الذين لم تفعلوا وفقا للأوامر الرسائل. اقرأ من قائمة للنظام ما هي العقوبة التي سوف يتعرضون لها. لا يمنع أحد من القيام بعمل جميل لا يكون ولا قائدا ولا فردا. تقاس وفقا لتصرفهم لصادق وتائبة. بدأ كلأ الأعمال لصالحة من إعمال بسيطة. 27 مايو 2000 لتقويم الأثيوبي. أيها لسلالات البشرية، استمع لمصيرك القادم. رسالة حكم وعقوبة. ألله سبحانه وتعالى يوحنا 19:28-30 لوكاس 3:17 إلى جميع البشر، المعنيين. هذه رسالة بعث بها وله سبحانه وتعالى عن ثقته في أبناء والخدم الذين يعيشون في أثيوبيا، أديس أبابا. قبل تصدق أو لا تصدق، بدلا من ذلك يمكنك التخلص منها ورميها في سلة المهملات. لكنني أخبرك، ويجب أن تكون متأكدا من ذلك، أولئك الذين يفعلون ذلك سيتم رميهم أيضا كما يفعلون ذلك. بالنسبة لأولئك الذين يحترمون ويحاولون بصدق معرفة الرسالة الأساسية، هم حكماء ويستحقون الاحترام. نشيد ونمنح ونحترم اسمه المقدس، إنه هو، إنه كل شيء. لا أحد يقف ضده. يخلق، يقضي ويجلب إلى الوجود من لا شيء، ويحول كل شيء إلى واقع. ذا أخبرنا من تقارنه، لا أحد ينصحه أو يامره لقد فعل كل شيء، وما زال يفعل بإرادته. نحن مخلوقون نكرمه، نمدحه، ونؤمن به، وأن نحبه، وأن نكون جديرين بالثقة، وأن نرث ما أعده وخلقه. لا استخدامنا خلقنا ليتم اختباره، وأصبح أبناء موثوق به. أنتم أيها البشر أهملتم وقلبتم وجهكم وأهنتوه، ونفت يديه الممدودة الأبوية وقمت برميح به. لقد أظهر لك معاناة غير مرئية، ويد ممدودة على الصليب مؤلمة وموت في حالة السطر. لا تعطيك حبه وحياته الحياة الأبدية. هل تذكر قام بإحياء دين الموت، دفع الثمن الذي يجب ويجب أن يكون قد دفعه أنت؟ أهملته ولكن بدلا من خطاياك أنتظر منك ألا توبة لمدة لا تقل عن 2000 سنة. لكنك لم تفعل شيئا وانتهى الوقت دون الاستفادة منه. وعملك الإهمالي قد أزال تسامح لله معه. الآن يجب أن تسمع وتختبر حكمه وكذلك عقوبته. أنت تسمي نفسك كثوليوكاي بروستانيتي كونفو وشيوسيو بوذي هندوستان وإسلام أنجليكاني أرثوذكسي شرقي كنت تعبد لرجل صنع التماثي على سبيل المثال في الهند والصين وبوما وتايلاند وفيتنام والنيبال وغيرها. في كل هذه الدول عبادة الحيوانات هي الوجوه الأخرى. لا يمانك لهذه السيناريوهات ينظر إليها دائما
على الدولة المذكورة أعلاه تعتقدان كيسة حمي في الكنيسة أو في المساجد أو أي مكان عبادة آخر لا فائدة من ذلك، ليس لديك مكان لإخفاؤك، ولا أحد ينقذك أو لإكلاذين، كرمهم، لم تحت رمهم لقد خنت أمه، وأمناً، العذراء مريم حتى أنك أحسبتها بلاً قيمة، الملائكة المحترمون، مثل القديس جبرائيل، والقديس ميخائيل، إلخ، بعد كل شيء، من أنت لكي تحترم أولئك المكرمين، من الذي جعلك تقلل من إنجل المحترم والاحترام وأمنن العذراء مريم يا ابن الشيطان ستدفع، ما تستحق إن انت دفعه لك يا بني أستمع أفتح عينيك واذنيك أنت الآن تقف في وقت الدينونة اللانهائية، حيث لا يهرب أحد. أو يخفي نفسه عن أعين الهلق ذاب لله عز وجل بالصبر وتسامح. أنتم بشرنج الأديم وهيوان، لقد ارتكبت جرائم كبيرة، وخطايا لم تفعلها من قبل وبسبب هذه الأفعال الشريرة، أشعلت غضب لله عز وجل الآن يقف لمواجهة قراراته الحاسمة، وقد أتخذ قف كرجل جهز نفسك، كما لنا جميعا شهود الحية، وكنت لاعتماد وثقة بك المعرفة ولحكمة ولثروة التي تراكمت، وكنت أقول دائما يمكنك تحدي أي مشاكل طبيعية والتي يصنعها الإنسان، إن كنت تواجه لان العقاب المحدود الذي فعله لله سبحانه وتعالى لم يركعك أبدا أعلى لركوع لأرادته، بدلا من ذلك أنت تقف لتحديه، لا تخاف من قلبك الحجر الذاقف كرجل وواجهه وأقرأ وفهم القرارات والإجراءات التي تليها قريبة الآن. حتى الآن لا يتم عمل أي شيء جاد لتذكيرك أين أنت واقف وماذا تفعل. كما نرى كثيرا الأعاصير، الزلازل الأرضية، البراكين، العواصف، الفيضانات العاتية، حرائق الغابات، إلخ، لم تجعلك تستيقظ، كل ما تراه هو أعراض لدمار القضم أي امرأة حامل، عندما تدخل شهرها الأخير، لتلد، تظهر عليها علامة المرض وتشعر بالأوجاع ولا لام، هذا مثال على ما تراه الآن، وأيضا إن العالم بأسره يحافظ عليه أن الكارثة التي ترونها، ستحدث وتحدث بألف مرة أكبر مما رأيتموه من قبل، والآن، سوف يهلكون، بقوة كسيحة لا يمكن تصورها، لا يستطيع أي إنسان أن يتحمله قبسال، من أنت لتقول هذه لا تهتم، أنا سوف أقول لكم، إن لا شيء، ومزبلة، في المقابل، لعلمك، والحكمة، وشخصية، ووضع لتعليم، وشهرة، أنت شخصية معروفة، أنت تعيش وتعيش حياة فخرة، كل شيء تحت خدمتك، أنت من البابوات والأساقفة والأساقف والواعظون والواعظون المعروفون، عندما تتكلم كل شيء من حولك يرتجف، أنت قساوس، لقد حصلت على أعلى الدرجات حتى لدكتوراه فيما تسموه مجال اللاهوت، على العكس من ذلك ليس لدي أي شيء، إن لست متعلما أو شخصا متصورا من أي شيء أو من النوع، أنا فقر الفقراء المعوزين وأعيش في وسط معظم الدول الفقيرة، ومعروف جيدا بفقرهم وبغصهم كما يعلمون جميعا جيدا، تم اختيار جميع أنبياء الله ورسله تقريبا من سلة المهملات من وسط المدينة ومن القمامة، لم يولد يسوع المسيح في قصر أو في منازل الله المعروفة، ولكن على العكس من ذلك ولد على تراب في بيت الحيوانات، لقد جاء من أجل المعوزين لأولئك المشؤومين على الأرض وليس لأولئك المليئين بالثروة والرفاهية، أنا مرت أن أقول لكم ونقل رسالته، ماذا بإمكاني أن أفعل كيفار في بآذى أنكرته سأعاقب أكثر مما عانيت حتى الآن، لذلك يجب أن أطيع وصاياه وأوامره بشكل صحيح، لذلك يجب عليك الانتباه إلى الرسالة فقط، إذا أردت أن تثبت أسأله
صلي لمعرفة الحقيقة سواء كنت رسولا حقيقيا له أم لا. أكرر ذلك، فإن الحل الوحيد هو أن أسأله. أنا متأكدة تماما، إذا طلبت منه من روحة وقلبك، سيجيب على سعيك مهذل من ينادون أنفسهم ويأمنون بأنهم مسيحيون حقيقيون. بالنسبة لبقية الأديان، مثل المسلمين والهندوسية والكونفو والشيوسية والطاوية واليهودية، والبوذيين والبروتستانت والكاثوليك وما إلى ذلك، مهما أفعلت أو تسأل، فإنك لا تحصل على أجابة لانك لا تتوب وتأمن بالطريقة الصحيحة لهذا السبب، والحكم والعقاب الذي سيتم القيام به وفقا لأفعالك وقلوت وعقوك بناء على ما فعلته وما تفعله حتى الآن، لا إجابة لك قبل أن تتوب. يوحنا 20:19 واصل 23 أستقام 7:21 واصل 26 أرقام 32:9 واصل 15 أرقام 11 إرقام ليفيتيكوس 26:12 واصل 8 إرقام 14:11 واصل 12 إناليسيتي كاتبا مثاليا أو متحدثا أو مستخدما للغة الإنجليزية فأنصحك بالاهتمام بالرسالة العامة من كل بيان يستتبع وليس عليه كله المكسور وغير النحوي. أشكرك على وقتك. دعنا نذكر بعض مخاوفك الأساسية فيما يتعلق بالمشاكل الموجودة في العالم كله التي لا تزال تتحداك من الوسائط العالمية. 1- من CNN كوكب في خطر. 2- دعونا حفظ كوكبنا. 3- معضلات البيت الأخضر. 4- تغيير المناخ لاحتباس الحراري. 5- زيادة الحرارة على كوكبنا. 6- ذوبان القطبين الشمالي والجنوبي للغطاء الجليدية. 7- الأمطار الغزيرة التي تجتاح كل شيء. 8- العواصف والأعاصير والفيضانات وغيرها. 9- الانفجارات البركانية. 10- الزلازل الأرضية ذات شدة عالية. 11- أزمة الغذاء العالمية. 12- أزمة عرقية أو دينية أو سياسية اجتاحت جميع الدول ودول. 13- أزمة الطاقة التي قضت على أحلامك في التنمية. 14- الفوضى في الاقتصاد العالمي، على سبيل المثال الأزمة المالية، الأزمات الاقتصادية، التذبذب، التضخم، الركود لإصلاح جميع هذه المشاكل. 15- الكثير من المؤتمرات والمنتديات والمقترحات والخطط والأفكار ستكون حلولا بروتوكول كيوو حول البيت الأخضر. 16- قامت جمعية الأمم المتحدة بشأن أزمة الغذاء، العديد من جهود الإغاثة، العديد من المنظمات غير الحكومية والأدول والأجسام المعروفة عالميا. 17- مشاريع كثيرة كل يوم كما نراه جميعا ونشهده لن يمر اليوم بسلام دون تحمل بعض الكارثة، لدينا تسونامي كأترينا، أعصار النرجس، الأعاصير في أمريكا، حرائق الغابات في أستراليا، اليونان، أمريكا، وزلازل المدمرة في الصين. أعتقد أن كل هذه التأثيرات لا يمكن نسيانها بسهولة. من الأعاصير وحرائق الغابات وزلازل والعواصف والبركان والأعاصير وجميع الكوارث الطبيعية تؤدي واجباتها وفقا لأمر الله تعالى وأوامره كما تقول وتأمن. الأرض ليست في خطر، ولكن على العكس سوف تختفي. العباد الشيطان الأرض مخلوقة بإرادة الله، وليس بأس لوبك وصيغتك العلمية المالك مرون الخالق الطبيعة بناء على الطلب سوف تستهلكك. الأرض كما مرون مع كل شيء تحت تصرفها، سوف يقضي عليك، سوف يسحقك حتى تموت. كيف يمكنك مقاومة الفيضانات والأعاصير الكاسحة والبراكين وزلازل وحرائق الغابات والعواصف وارتفاع درجات الحرارة؟ المنتجات التقنية والصناعية والمواد التي صنعتها للاستخدام اليومي في حياتك
كل شيء سيتحول إلى قتلى لقد قمت بإنشائها وقمت ببنائها ولا تزال تبني لك رغبة نهاية وسوف يكون لديك أعداء سوف ينقلبون عليك. هل ستفعل هذا الفعل النهائي وتسال ماذا؟ مزمور 32 33 9 واصل 11 تثقيفي 9 13 واصل 24 لماذا تحدث كل هذه الخراب؟ علي أسأل نفسك وفكر فقط فيما قمت به في الماضي وما زلت تفعله لن ستجيب عليه. لا أي حد سمح لله تعالى بجرائمك وخطاياك التي لا تحصى لهذا السبب يتحولون ضدك أنت ترتكب لزنا وبعيدا عن الأنوثة فانت سودومي أنت مثليون جنسيا لقد جعلتموه كحقل كل شخص وتسمونه حق ديمقراطي كمؤسسة سمتها صناعة الجنس. أنت أقل من إنسان على الرغم من أنك إنسان فإن الحيوانات أفضل منك أنهم لا يزالون يعيشون بما صنعه لله سبحانه وتعالى وأمرهم أن يعيشوا ويفعلوا لكنك إنسان خلقته تشابهه وعقله الذي يفكر ويبرر والسيء والصالح لا يعيش ويفعل كما أمرك لله ولكنك قللت من الحيوانات وتقف ضد إرادته. أنت تقتل إخوات وأخواتك أنت تكذب الكاذب هو أفعال يومية اعتيادية أنت تقدم شهادة زائفة ضد أخيك أنت تهين والدك وأمهاتك وأخواتك أنت لا تؤمن بالله تعالى الكلمات والوصايا والأوامر المقدسة بدلا من ذلك صنعت لك على سبيل المثال المال المعرفة القوة الثروة إلخ أنهم آلهة لك في جميع الإعمار تتطلع وتكد من أجل المال والقوة والمعرفة وكذلك الفوائد المادية. حياتك مليئة بالجشع والإنانية التي لا تنتهي أن لله عز وجل بصبر وبحب مقيد يزيلك أحترام كلمات المقبس لقد مضى 20 قرنا تقريبا أباءك وأجدادك جميعهم ارتكبوا جريمة وخطايا أقل منك لكنك ليس لديك الكثير لم يسبق لك رؤيته من بداية الجنس البشري حتى لا نويمك رؤيته مثلك في المستقبل. كل الكنائس تقوم بواجب الشياطين تحت ستار المسيحية يسمحون السودومين أن يكون لهم زيجات داخل كنيستهم على سقف أنفسهم. السدوم الذين يجادلون بصراحة على أنهم الفعل الصحيح وحقهم في القيام بذلك لا ذلك ليس هناك حدود لجرائمك وخطاياك من يمن عطلق تجاوزت الخط الأحمر بالفعل. المساجد الإسلامية هي نفس الخطا والمجرمين بإيمانهم الشعبي وهم يرتكبون لزنا ومدن سدوم على نطاق أوسع ولا أحد يساويهم يقتلون يعتبر قتل شقيقهم واجبا صحيحا لدخول جين كما رأينا ونسمع الإرهابي ولد من جنين هذا الغطاء المزيف أن ذكر عقيدة جميع الأديان والأفعال يتجاوز قدراتي وانظامي لكني أعلم أنني الجميع يعارضون إرادة وأوامر أمرني لله تعالى أن أقول جرائمكم وخطاياكم ليست رسالتي الرئيسية لقد ذكرت بعضا منها فقط لا أجعلك ترى نفسك حيث وقفت أمام لله تعالى الأحكام النهائية والعقوبات إرميا 51 54 واصل 58 في جميع وجوه الأرض التي يسكنها الإنسان عليه أن يطيع وصايا خالقه وأوامره على الرغم من أن لله رحيم ومريد ومتحفظ على العقاب فإن كل شيء له حدوده. أنتظر أن يتوب كل البشر قبل أن يشتعل غضبه لكن لم ينتبه أحد بل تابعنا ارتكاب الخطايا غير المرئية متجاهلين صبره. أن تذر لله تعالى ما لا يقل عن 5500 سنة قبل المسيح و2000 سنة بعد المسيح لكن جميع الأجناس البشرية كلها قلبية لا تزال تتحرك على تصل بقلوبهم لقد تحدث حبه ورحمته من خلال عدم الاحترام والفزع وتجاهله واهماله. أبعد من ذلك
لقد قلت إنه لم يكن موجودا أبدا جعلت تسامحه له إن ينظر إليها غير ألقاء مولك بطريقة أخرى خلقت لك أنت تؤمن بقوة علمت وحكمتك وثراؤك ونجاحك المادي وأنت نصبت خلقك له مثل هذه المعتقدات مذكورة ومشتق من الشيطان من هو رئيس جميع الجرائم ومدرس لجميع الجرائم والخطايا المتجذرة في كل مجتمع بشكل عام. نعم ألا شياطين هم سيدك لتعلم كيف سقط الشيطان لماذا سقط ماذا كأن لديه ولا يزال يفعل واخر هل تعرف ما فقده إلى الأبد اقرأ كلمة لله من الكتاب المقدس حزقيال 28 أن عقابه المحدود لم يجعلك تتوب منذ البداية حتى هذه اللحظة التي انتظرها من البداية حتى هذه اللحظة عاقبنا بعقاب أبوي محدود ومحدود لا عادتك من طريقك لضائع إلى حبه أنتظر بصبر لإحتضانك بحبه ونعمته لقد أنكرت ولم تقل أبدا ثم انتقلت بسرعة إلى فخ الموت الخاص بك ولكنك على العكس من ذلك تسمع وتطيع لشيطان أيضا ولهذا لسبب فإن العقوبات اللانهائية التي لم ترها هي في طريقها لا ستهلاك سيكون الدمار أكبر بكثير من لوقت الذي قضته قوم لوط لقد اختفوا من على وجه الأرض بل نار لقد استغرق الأمر بعض الوقت لانهاءها لم يتألم أبدا في غضون وقت قصير تم دفنهم وحرقهم إلى رماد إلى لابد هذا موت محترم لن يتم إعطاؤه لك أبدا سوف تستهلك ببطء وتتوسل للموت لا أخذ أنفاسك الآخر أنت مذنب بأرعون ولا تخطأ أبدا من قبل ولهذا فإن عقابك يختلف عن العقوبات التي شهدت في الماضي ستفقد كل شيء قمت ببنائه كل ما جمعته وعبدته سوف يتحول كل شيء إلى غبار أمام كلات القتل الخاصة بك التي صنعتها لك دميرها من المفترض أن تكون عدوك لكن بالمعنى الحقيقي هم إخوانك حيث استهدفتهم ألاتني القتل الخاصة بك هائلة لعد على سبيل المثال الفيروسات القاتلة النووية والنيوترونية والبيولوجية والكيميائية والمعدن وراثيا التي تراكمت فيها في مختبراتك تعتبر شهودا مباشرا على جرائم كلسفن الحربية والغواصات والطائرات والصواريخ والدبابات والمدفعية وصواريخ كروز والصواريخ وما إلى ذلك جميع أدواتك المدمرة ستكون أدواتك الخاصة لتدمير أنها سوف تتحول ضدك وسوف سحق لك ستزداد سخونة الأرض كثيرا لتجتاحك ببحر النار أن تجتمع وتجتمع لصياغة ومناقشة الخطط واستنباط الحلول العلمية وتخصيص مبالغ ضخم من المال وتبذل قصارى جهدك علماؤك يقدمون الكثير من الحلول والمشاريع استنادا إلى أقوالهم أنت أيضا صدم مع شبكة واسعة من وسائل الإعلام وأجهزة الدعاية الخاصة بك لقد اتخذت وقررت الكثير من القرارات تم توقيع العديد من البروتوكولات كما امتدحت وقوة الكثير منها مثل بروتوكول كيواو الذي ينص على أنك ستصلح البيت الأخضر كما توقعت ممزقا بانبعاثات الكربون تذكر أن أحلامك في الحلول العلمية ستتحول إلى كوابيس ولا يمكنك فعل شيء رئيس الشيطان يعلمك ويقوك إلى موتك وأوهامك أشعيا 28 3 29 أشعيا 5 39 كانت أسهل طريقة هي لركوع لإرادة ألله تعالى والتوب من القلب لكنك لا تفعل ذاك ما تعتقد وتفكر فإن القيام بذلك هو تفكير بدائي ولن تقبل الواقع أبدا الحقيقة هي عدوك ما زلت تؤمن يمكنك تحدي لله سبحانه وتعالى عقاب اليدين أن تتكافح بقوة خلقتك أعطت عقلا يفكر يدرك يبرر الخير من ألا سيء
ولكنك أهملت الحقيقة عن عمد واخترت الحقيقة الزاء ففضلت الظلام وتخلصت من البوء وفق لديك خيار. كنت قد كبرت مع الظلمة كنت تعيش معها وما زلت تعيش معها. طريقة الحياة المظلمة لزنا الكاذب القتل عدم احترام لشيخ الأكبر سرقة خلق وعبادة أله المعبود الخاص بك إلخ حتى لا تتمكن الأرض من حملك. أنت جزار محترف لم يسبق له مثيل في كل تاريخ البشرية. لذا فإن كل الأشياء الطبيعية واحتياجات حياتك والتي تحيط بك سوف تنقلب عليك. لن يبقى شيء على حال سيتم تحويل كل شيء قمت ببنائه إلى لرماد ولغبار. أنت نفسك تستجدي الموت لياخذك سيبك. سيد الشيطان سيدفع ثمن كل هذه الفظائع والجرائم والخطايا. لقد صمها وإدارها واجعلك عرضة لقواعده المظلمة في جميع الإعمار وثقت به. لكن لا فائدة منه سيذهب إلى الجحيم ليخدم جرائمه التي لا مثيل لها سيح تجز ويقيد بالسل أسل لقرون عديدة قادمة حتى صدور الحكم الأخير قبل وقت لتحكيم لنهائي. ولكن يجب أن تعرف إنه لديه بعض الوقت ليتم إطلاق سراحه ولكنه قصير جدا ووقت صعب لجيلنا الذي يأتي ومن سيحافظ عليه. ولكن بسبب القسوة لا يطاق نيس العز وجلس يختصره ويحتمل ويتبعه آخر الزمان واستاخذ السماء أبنيها إلى لابد من ناحية أخرى سيأخذ الجحيم أسهمها إلى لابد أشعيا 24. ولكن الآن لن تجعلك يد لله المعاقبة تتنفس حتى أنت الخطأ مستهلكون بالكامل ويبتعدون عن عينيه منك الوجوه نلارب في فترة نوح كأن لناس في ذلك الوقت يرقصون ويركبون لزنا ولم يكونوا مستيقظين وهم سكارة ولم يعتقدوا أن النتيجة ذنوبهم ستكون الموت عندما كأنه يبني سفينته المنقذة للحياة في موسم الجفاف والأراضي الجافة. كانوا يضحكون ويهينونه حتى بعد أن انبدن المطر يصب حتى وصل الماء إلى ركبتهم لم يسلموا ويتووا وينطبق لشيء نفسه على عصرنا في ارتكاب الجريمة والخطايا. أنت أكبر منها مئات المرات وفي نظر لله أنهم أفضل منك بكثير. لذلك حان الوقت للحكم عليك. لميكن الهرب يجب أن تدفع لثمن الذي تستحق أن تدفع عهبدات الأعراض بال فعل بتسيت متحويلك إلى صندوق قمامة وحكمه بالفعل في طريقه لياخذت لقب غضب غضبه بالفعل. لذا انتظر لتر النتيجة أو لئك الذين هم مع لله وبأرادته وأوامره والذين خدموا في ظل حكمك القاسي الذي قيدتهم وحرمتهم ودمرتهم سيكونون أحرارا وتحررا. سوف يرثون كل ثروك وثروة المتراك مك لشيء قمت ببنائه سيخ ضمهم سوف تكون الأرض ناعمة مثل الأسفنج لكل عباد لله وأولاده سوف يسبحون ويحمدون أسمه سيخ ضمونه من القلب ويحبونه أكبر بكثير من الآن ويعجبون بحكمه لصابق. سوف يضيء نوره ونعمته ويضيء عليه ما سوف تلتئم جراحهم حتى ينسوها تماما. ولكن أنت وأبناؤك وكل ما تمتلكه كل شيء قدمه لك سيدك المظلم سوف يذبل إلى الأبد وستصبح التاريخ مثل مايا الإزتيك الأنكا بابل وغيرها من الماضي المنسي. قد تحاول تعويض لدمار المتدفق عليك وأيضا قد تحاول الحفاظ عليه. ولكن يجب أن تكون متأكدا أن جهدك لن يكون شيئا ويصبح فارغ قد تأمل حتى كلما جاء ذلك أفضل لم يكن لديك أمل أفضل بالنسبة للمجرمين والخطأ لا مستقبل لا أمل. لا يجب أن تتوقع الخير لا شيء يأتي إليك. لقد تقرر بالفعل يجب أن تدفع مقابل ما قمت به وما زلت تفعله لا مرور تم تحجيمه بالفعل وختمه لهروبك فرد من الجحيم القادم أو كدولة
كمجتمع، كمجال، كجماعة، أو بأي شكل من الإشكال، هناك واحد فقط خارج أي لركوع أمام الهولة توب من القلب وتقديم نفسك لله الوصايا والأوامر، لا بابا ولا رئيس أساقفة ولا أساقفة ومبشرين ورعاة وقاد كنائس ولا شيوخ أو لا مسجد يمكن أن ينقذك أذاك أن أي شخص قد يقول لك إن وكنيستي وجماعة لدينا سوف ينقذك كاذب من لم ينقذك أبدا. صلاته رائحة كريهة في نظر لله تعالى لذلك لا أحد ينقذك. تذكر مرة أخرى أن الطريقة الوحيدة لإنقاذك هي تسليم نفسك إلى لله تعالى وأوامره. لمن يقوى أنني زعيم الكنيسة أو يطلق على نفسه راعيا دعاه يرى نفسه هو العقوبة وستكون عقوبته أكبر بسبع مرات من الأشخاص الذين يرعونهم. أشعياء 18. اليوم كما نشهد كل كنيسة تجمعات مساجد أنواع كثيرة من الأديان كلها تخدم الشيطان لسلله سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن يقاوم لدمار القادم؟ لا أحد إلى رجل الهفقت يمكنه أن يمر فيضنات النار. القادم كل شخص تحت نعمته وحبه تم تحديده بالفعل واختمه وتوقيعه باسم لله تعالى على جبهته مهما كانت الاضطرابات وموجات النار سيكون بأمان ويعيش مع جميع أحبائه. لهذا ستشهدها عندما تخطئ أنت الخاطئ وصانع الجريمة عقلك والآخرين الذين باركهم لله تعالى سيرونك وهم يحمون أنفسهم بحبه ونعمته. إثيوبيا بلدي الفكرب تودول برثوكسب يا صحيح وأحب والإيمان وأحياء وسوف يلمع مثل أشعة الشمس. الهنا القدير أبانا سوف يحكم علينا في بلادنا سوف تحتضن مؤمنا العذراء مريم أولادها بيدها المحبوبة إلى الأم الذي يقيم في كل ركن من أركان العالم القديس جبرائيل والقديس ميخائيل والملائكة المحبوبة لأباؤنا سوف يتألقون علينا ويحرصون ولدنا وأعيننا وأذاننا سبحانه وتعالى دائما مرفوعة علينا من سيقف ضدنا في إثيوبيا للامعة سنستمتع بحبه ونعمته. الساكنون فيك الوجوه الأركام كأفراد كدولة أو أي شكل من أشكال غطاء لدولة الذين آمنوا بتيفان وكيكبثتو درثيدوكس سيكون لهم مكان هنا في إثيوبيا سيقيمون وسيحصلون على نعمة لله سبحانه وتعالى ولديهم كل ما يريدون. أنهم إخواننا وأخواتنا نحن نستمتع بامتلاكهم ونحتضنهم بحبنا ونحن معا سوف نثني على ولدنا العزيز المحبوب لاسم الحصول على هذه الفرصة. فقط أي أمة وأي دول وأيضا الجماعة كل واحد منكم يرى لنور لا إذا قبلت الإرشاد لروحي لله سبحانه وتعالى ويجب أن يخضع لحكم إثيوبيا حيث تتدفق إرادة لله سبحانه وتعالى وأوامره مثل مياه الينابيع وأيضا حيث يضيء لنور ويشفى كل شخص أن قبل تمثقة وأطعة من القلب وافعلوا حسب قانون النور المنبثق من الله عز وجل في بلدي المبارك ستكون آمنة سوف تكسب السلام والوغام. أذا لم يكن كذلك فسوف تراه ويجب أن تكون متأكدا من أنك ستدفع ثمنها. تذكر لن ينقذك أحد على وجه الأرض. أقول لك تأكد من أنك سوف تتوسل وسوف تبكي مليئة بغلى دموع ستحاول يائسة من يسمع يتم قضواك وكذلك البقاء على قيد الحياة. ولكن بعد انقضاء وقت للتوبة لن يأتيك أحد أو لا شيء لا انقاذك. يجب أن تكون متأكدا من ذلك أنها دينونة لله تعالى لنور الأمر لنهائي. أنتم يا القوى لداعمة ودول الصناعية ودول المتقدمة لديك كل شيء تحت قيادتك يمكنك أن تعطي يمكنك أن تأخذ
يمكنك إن تقتل، ويمكنك طرح أو إضافة، أي ولايات فقيرة وخدامك، تفعل ما تريد إن تفعله عليهم، لأنك لله خائف. بابل الولايات المتحدة الأمريكية وأبناء لهائي، أذب، الأمريكا وإفريقيا وأستراليا، كلمنها تحت سيطرتك أنت بابل الولايات المتحدة هو الهم أنهم يطيعونك ويفعلون ما تؤمرهم به في بلدي، تقوم حتوتنا، مثلما تفعل الدول الأخرى تحت قيادتك، نندولتنا المزعومة، في يخدم كاملة، لجميع اهتماماتك ومطالبك لتعرف أثيوبيا الذي تشير إليه كمثال على الجوع، اعطيتنا اسما يعرفه الجميع، شعب جائع، صحيح، في أحصائياتك السنوية، لقد ذكرنا بالاسم، الأمة المنكوبة بالفقر ثروتك ومعرفتك وشخصيتك وقوك السياسية، وصناعتك، وما يسمى بالشخصيات الروحية، والاحترام الذي تحظى به جميع الأجناس البشرية، وكل هذا الاحترام وشهرة، الذي اكتسبته، جعلك تشعر، كما لو كنت له من خلال القيام بذلك في عيني لله تعالى، ألهبت غضبه أشعيا، 2:6-22 بالزم، 32:33, 16:22 TEESM 18:19 اختار أن تجعلك تخجل من أولئك الذين لم تراهم أبدا وأنهم ينظرون إليهم كان سانكدولا لم يسبق له أن اختار بابل الولايات المتحدة الأمريكية بل اختار دولة للشعوب الجائعة التي لم تراها أبدا كدولة أختار إثيوبيا لتكون مكان حكمه مكان عرشه من حيث يحكم ويوجه ويحتضن ويثري ويعطي نوره ونعمته معور من الصحة والثروة هذه سي فعل لأولئك الذين أطاعوا وركعوا لإرادته ووامره ستر ذلك يحدث قريبا إذا كنت مصيريا من أجل البقاء يتم الحكم على كل جنس بشري حسب صدقه على أساس أدبته ولطفه وإخلاصه وقلوه المكسورة إلخ في أي إيمان أو دين يحميه يراه لله سبحانه وتعالى ويخلصه يبين له الطريق الصحيح يحرره من أغلال الشيطان وخدامه يجب إلى يقلق الشخص الصادق الحقيقي بل يجب عليه أن يكون واثقا من جهات غلله سبحانه وتعالى أنه لا يختفي مع الخطاة والمجرمين والأطوال المثليين والمثليات والزناء والكذابين والقتلة الذين سيدفعون الثمن الذي يجب أن يدفعوه وستكون العقوبة قاسية وخاصة لأولئك الذين يعرفون وصاياه ووامره أولئك الذين يبشرون بكلام لله لأولئك الذين لا يعرفونها هم أكثر من يتحملون المسؤولية عنها لأنهم يفسرونها بجرأة بالطريقة التي يريدونها لذلكهم لإخاف من ارتكاب خطيئة مع العلم متجاهلين كلماته المقدسة سوف يدفعون ثمن ذلك بسعر مرتفع غير مرئيس حاكم كل الناس حسب أفعاله لا يقوم على كلماته خاصة أولئك الذين يعرفونه هم جريئين قاموا بتغيير كلماته ومحوها وطرحها أعمى مطوية بمعرفتهم المكتسبة عالميا لم يحترموا أبدا كلماته المقدسة لذلك سوف يدفعون وفقا لقلوبهم الحجرية أنهم يرون تعليم كلماته وخدمة الكنيسة كعمل روتيني بمعنى إنه يتم ذلك فقط لإطعام بطونهم أنهم يقيسون ويخدمون لله نيابة عن رغباتهم ومصالحهم الدنيوية حزقيال 34 كيف تقارن ما يسمى اليوم بالرجال الروحيين مع تلك النجوم اللامعة مثل الياس إبراهيم موسى جون ماثيو ماركوس إلخ كيف يمكنك أن تضع عصرنا البابوات الأساقفة الكرادلة الوعاظ على المحاربين الروحيين الأنيقين والمخلصين الحقيقيين للماضي أتمنى لو كنت قد ولدت كما كأن الحال في الوقت المناسب
وكان من الأفضل إلى يتم خلقها في ذا الوقت الأسوأ من قوم لوط. واصلة فقط أفتح عينيك وأذانيك واقرا بعناية عن قوم اللواطين عن دينونة غلله تعالى. لا شيء جديد يأتي بعد هذه الرسالة والقرار الواضح في طريقه إلى قياسك وقياسه وفحصه والحكم عليك. سيتم قياسك ووزنك وفحصك بعمق وفقا لأعمالك، ليس بما تتحدث ولكن بما يقوله عقلك وقلبك بناء على ما فعلته وتفعله وتتجاهله. لطوب ستتحمل وتقبل عقوتك لشديدتك لوجوه الأرض، سواء الأرض أو المحيطات ليست ملاذا آمنا. الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو الخضوع لحكمه وقبوه وقبول قراره التالي، أن الله سبحانه وتعالى سوف يلمع على جبال إثيوبيا وعلى المناطق المحيطة وإلهنا العادل يسود على أثيوبيا يضع عرشه وأبناؤه على عرشه في أثيوبيا. سموئيل 2:11-1:16-32 ويخدم وصيته وأوامره يرعون ويأكلون ويغذون خرافه على أرض خصبة يلمع على عبيده وأولاده وهو دائما ما يرسمها بنعمته النهائية لمسها هو بمثابة لمس عينه. أي واحد منكم يعتقد أن يلمس عبيده سوف يقضى عليه قبل تنفيذ رغبتك ما لم تقبل وتطيع أبناؤه وإخدامه كحكامكم لروحيين بشكل عام. ليس لديك أي بديل ومكان على الأرض تعيش فيه بسلام وتناغم سوف تعاني دائما مع الكوارث الغيب ولا دمار ولا ثانية أيضا، ويرجع ذلك إلى سيوفرنيس من العقاب الخاص بك فإنك تكره نفسك. سيتم ذلك قريبا لم يعد هناك وقت، كل شيء جاهز وسيتبع الإجراء قريبات لمحاربي الله تعالى وضعوا في حالة تأهب ووضعوا في كل مكان أمام أبوابك أنهم ينتظرون بالفعل من أجل ولدنا لنهائي. بالنسبة للمعاقبة فإن سماع هذه الرسالة وقراءتها يساويان قبول مذكرة الموت ستمر الأرض في لدف حتى ترى عملية الموت الخاصة بك. لا عاصر ألا تسونامي ألا زلازل البركان العواصف المميتة الفيضانات الكاسحة الفيروسات القاتلة سترتفع 1000 مرة أكثر مما تراه الآن. ما تراه الآن هو من أعراض أكثر لدمار فتكا والذي يأتي بجانبه حاكمك العام للولايات المتحدة الأمريكية الذي جعلك أقل إنسانية سيختفي من على وجه الأرض. أنت للولايات والحكومات تؤمن وتتعبد إنجازات أمريكا بابل لثقافية والاقتصادية وتكنولوجية والصناعية بمباركة الله، لكنها ليست كذلك. لكانت نعمة لو كانت ستعيش مع الإرادة ووصايا الله سبحانه وتعالى، ولكن بدلا من ذلك صنعت لتكون أداة مدمرة لها فخورة بأنجازاتها المادية وتطوراتها. وقفت ضد الله تعالى وقالت أنها قدمت بقية العالم أتبع جناح لها. علمت العالم كله ألزنا بشكله غير المرئي بين ما تقول أمريكا أنت تحترم وتطيع، لكنك لا تفعل هذا أبدا بكلمات الله وإرادته وأوامره. الهكم أمريكا وحلفاؤكم إليهكم مسلمون وثروتهم من الزيوت الهك تلك الدولة التي لها عضلات قوية لستنكر هذا من الإنجازات التكنولوجية والثروة التي جمعتها والآلات المدمرة التي بنوها هي تماثيلك العبادة هم آلهاتك، لذا دعهم يخلصونك الديمقراطية ودستور أمريكا بابل أعطتك الهياكل الحكومية والإدارية التي بنتها نسختها منها جميعكم تحت قيادة أمريكا بابل. أنت خادمتها مهما أمرت وتقول أنت تتعاون، أنت تتحرك جنبا إلى جنب معها، لذلك أنت أيضا سوف تختفي معها. اليوم كل امرأة
تحت خدمة كاملة من الشيطان صناعة الاسينما صناعة الجنس كلها شهود على الهواء اليوم تعيش للنساء تبيع أجسادهن الزناه وأسلوب الحياة وعلامة الحضارة وسيلة لكسب المال جاءت كله طرق العيش هذه من مدرسة بابل الولايات المتحدة الأمريكية النساء صناعات للخطية في عصرنا أنهم يدفعون كل شخص إلى لزنا في ضوء النهار يمشون في الشوارع عرب الكامل يحاولون جذب الرجال لزنا هذه سيناريوهات يومية في كل أنحاء العالم سيد في عونها بعقاب غير مرأي سيد كل هذه الجرائم والخطايا يعيش في بابل الولايات المتحدة الأمريكية إنه يدير ويحكم ويواجه ويسحق ويدمر كل الأشياء الصحيحة وهذا يحفظ الأجناس البشر يخط وينفذ ويمحو ويدمر قوانين لله عز وجل التي تلمع في جميع أنحاء العالم جميع الأجناس البشرية وإهمال لله وشريعته وذهبت مع رغباتهم على ما يعتقد إنه الحق حزقيال 13 لما يسمى بالدول القوية وأحظاؤها والأعراق والمجتمعات والمجالات والتجمعات وجميع أشكال المعتقدات ومؤسساتها كلها أدارت ظهرها ووقفت ضد كلمات لله سبحانه وتعالى لشيء سار حسب رغباتهم حيث اختاروا بمعنى لظلمة طريقة حياتهم وقواعد لظلامك لها همت اليوم حياتك مليئة الخطايا والجرائم لهموك ستحدث وتأخذك إلى الجحيم إلى الأبد ستكون أزمتك الاقتصادية أسوأ مما توقعت عند ما تلوح أزمة تلوح الأزمة الأخرى لا وقت للتنفس سيكون لديك ستستمر أزمة الغذاء وستكون أسوأ كما يقول علماؤك يجب أن يزيد الإنتاج لا زيادة كيف ستزيد ليأمرون التقس وهل تجعل النباتات مواتية للنمو يبدو أنهم يجعلون أنفسهم مثل لا شيء يتحقق أأمالك فارغة مع عدم وجود عنصر يمكن الاحتفاظ به لشيء قمت بصنعه وكإشطاط السماء وقمت ببنائها والسفن التي صنعتها وآلات الحرب التي أنتجتها سيختفي كل شيء ويأخذك معهم لقد تحدث لله سبحانه وتعالى لمدة لا تقل عن 7500 سنة والآن انتهى الوقت انتهى يجب على تحقق من كل ما دفعته وقادته إلى تدميره يجب أن تصبح الأرض كوكبنا أكثر صحة كما كانت من قبل يجب أن تعاملها يد لله تعالى الرحيم والعقاب يجب أن تكون مسكنا الجميع عن وعال بشر أولئك الذين عاشوا وما زالوا يعيشون يحترمون ويطيعون إرادة لله تعالى وأمره متناغم مع كل الطبيعة وموائلها دول الشرق الأقصى مثل الهند والصين وبوما والنيبال وبنغلاديش وفيتنام وتايلاند لهذه الأمم تعبد الأحجار الاصطناعية التماثيل الحيوانات مثل الأبقار يعبدون بالكامل الله خلق الحيوانات والحجارة لهذا السبب التدبير أسوأ بكثير إذا كان هؤلاء الناس سيختفون بهذه الطريقة مثل أعصار النرجسان وذا استمر بهذه الطريقة ماذا سيكون مصيرك القادم ولكن يجب أن تعرف الحقيقة مرارا وتكرارا هؤلاء الناس يعاقبون ويعاقبون انهى الوقت الذي يجب أن تراه تجاه نفسك وليس هم الأشخاص المعاقبين ولكن انظر إلى نفسك أولئك الذين ترونهم بدأوا بالفعل يختبرون أيدي الله سبحانه وتعالى ولكن سيكون لك أبعد من الخيال كما حاولت أخفاء الرسالة الأولى الذي أرسلته لكم جميعا أعلم ذلك مرة أخرى ستحاول إخفاء هذه الرسالة النهائية أيضا أو يمكنك تجاهلها أنا متأكد لن تفسر ذلك أبدا لشعبك أنكم تحكمون وتغمضون شعبكم بحجة الأمن القومي ولقلقت لواحد منكم من حكام شعبك يختبئ يتجاهل يضحك
على الرسائل بحكم التاريخ الذي ظهر في يديك تفعل كل هذا لأنك لم تؤمن بكلمات الله أبدا، ولكن يجب أن تكون متأكدا من ذلك. سوف تستيقظ عندما يلوح الموت عليك ويأخذك إلى الأبد. أنا متأكد تماما لأن الخاص بك الغطرسة وفتور الحماس الحجر، حتى أنك لا أعتقد أن تعطي لنفسك إلى الله سبحانه وتعالى بدلا من ذلك. سوف تحاول بالطريقة التي فعلت من قبل وما زلت تفعل أن الاحترار العالمي الذي تشعر بالقلق منه سيكون أسوأ، خاصة أولئك الذين يطلق عليهم دول مجموعة إلى ثماني سيرون ما يحدث في دولهم. الجحيم الذي يستهلكهم سيضمن لهم أولئك الذين سينجون. الخراب القاتل القادم سيكونون قليل العدد، وأولئك الذين سيتم القضاء عليهم كثيرون للغاية بأعدادهم الإجمالية. وقتل زنا يزول مع من معه ويجب أن يموت معها في أي نظام وبطريقة. محاولتك لمقاومة الكارثة القاتلة القادمة لا يمكنك منعها من الحدوث لقد أخبرتك بالأشياء الرئيسية وليس كلها، ولكن في العملية ستفهمها. سيكون من الأفضل نشرح لمواطنيكم إذا اختبأت كما فعلت من قبل فأنا لا أزعجها. يمكنك تجربتها ويجب أن تكون متأكدا من أنك ستدفع ثمنها. لقد انهيت رسالتي فقط خذ هذه النصيحة وأفعلها وفقا لذلك. واحد، أعط نسخة من هذه الرسالة لكل المهتمين، وإذا كنت تعتقد إنه يجب أن يعرفها. اثنان، ترجمها بأي لغة تريدها. أنه يجب توزيعها. ثلاثة، إذا وزعت هذه الرسالة فأن ذلك يعادل خدمة إرادة لله وأمره، حتى لا تترك الظلمة أبدا. هذا هو لضمان الخاص بك. إذا قمت بذلك بشكل جيد سوف تبادلكنا أن ينظر إليها من قبل لرحمة. أربعة، عمد ما تقوم بتوزيع هذه الرسالة قد تضطر إلى مواجهة بعض العقبات، ولكن لا تهتم ولا توليها لاهتمام، ولكن أفعل ما تأمر به. أولئك الذين هم عقبات لن تضيع دون تكبد العقاب. خمسة، لكل شخص الحق في ذلك حتى لا يقرؤها أو يمكنه أن ينتقد أو يهين، مهما كان هو أو هي يحب أن يقول. دعهم يقولون، أقول لك لن تراهم كما هم الآن. ستة، حكومة كل دولة ومؤسسات ستقوم بأعمال سلبية وتحاول مقاومة الرسالة من التوزيع، أؤكد لكم إنه لن يتم إعطاؤهم أي رحمة. سبعة، ستضطرك لحكومة لإبلاغ هذه الرسالة إلى جميع مواطنيها، لكنها ستقوم بذلك بعد أن عانت من نوع من العقاب. المؤمن يتجنب الخطر ويوحه للجمهور، فهي حقيقية للأشخاص مسؤولة وحقيقية. ثمانية، لشيء تم شرحه في هذه الرسالة سيتم ولم يبقى منه شيء. تسعة، يجب أن تحاول أن تنقذ أخيك أختك أمك أبك أصدقائك وقاربك. أن يجب أن نقول للآخرين كما تعلمون وغيرها يجب أن تعرف أيضا. عشرة، لم يتبق وقت، لقد انتهى بالفعل. فلا تتردد في أن تقول لكل ما تعتقده أنهم هما المعنيون بك. أحد عشر، لمن سمع وقرأ هذه الرسالة متروك له في الاختيار أي لطريق الأظلم أو طريق النور والأحياء أو الموت. كل من هذه الخيارات في الداخل يديه. يجب على كل واحد منكم أن يقرر أيامك القادمة باختياره من السيء والصالح. 12، لمن بذل قصار جهده لإعلام الآخرين قد قام بواجبه وسوف يدفع له لله تعالى. 13، نحن عباد موثوق بهم وأبناء لله عز وجل، نحن رسله ولم تحدث وانفيال ذي حق لنا لنقل رسالته لك الأجناس البشرية. 14، في كل صفحة سيكون لديك مذكرة قدم ويجب
عليك قراءة تشير جميع القدم إلى الكتاب المقدس كلمات الله عز وجل 15 العالم كله سيحكم عليه بكلمات الله تعالى أي الكتاب المقدس الذي تعرفه لمدة لا تقل عن 7500 سنة 16 ليس الكتاب المقدس الذي قمت بتغييره أو محوه أو طرحه أو تفسيره كما تريد لتن الإنجيل الوحيد المقروء على سبيل المثال هو الإنجيل المكستود والبرفوكسيسي الكي مكتوب باللغة الأمهرية الذا يمكنك ترجمتها إلى أي لغة تريبها في الأمهرية نسميها سمين أي الأحد 17 على الرغم من أن الكتاب المقدس الآخر يتم طرحه وتعديله للإشارة الأولية يمكنك استخدامها ولكن لتصفية والخروج بكلمة الله تعالى الحقيقية من الأفضل أن تشير الأسمانية أحد الإنجيل المكبسكنس بالكسفوبتود والبرفوكسب المتاحة باللغة الأمهرية 18 في الرسالة الأمهرية المحررة كتبت الرسالة بالتفاصيل حتى تتمكن من ترجمتها والحصول على جميع محتويات الرسائل التفصيلية وأن تكون على علمة من 27 من مايو 2000 لتقويم الأثيوبية شكرا لله سبحانه وتعالى نشيد باسمه المقدس دعونا أبينا خلقنا ومخلصنا لرب يكون مع موثوق به الحقيقي للطفال بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون الحقيقة الأعمى المطوي من الشيطان والذين هم الأطفاء صادقون ولديهم قلب مكسور أصلي لأبي المحبوب ألله سبحانه وتعالى أنقذهم لك بإخلاص عظيم من خادم معظم لله تعالى رومية 1 حزقيال 14 12 واصل 20 حزقيال 16 31 واصل 34 أشعية 40 6 واصل 8 أثبات 7 الأمثال 6 26 واصل 35 أشعية 57 11 13 تنويه نصيحة بات أي واحد منكم عندما تقرأ هذه الرسالة قد تملأ الكثير من القلق تقول أنها جيدة ولكن يجب أن ينتهي اهتمامك بالصلاة والصوم والتوبة لؤلهك الحبيب بايدين التكون وحيثما تعيش مهما كانت العقيدة أطلب منه